الإدارية الخاصة بالإنترنت كأداة للنمو. رئيسنا هو السيد محمد نيل الحمام GSFA في جنين ومدير الدومين نيم. أعطي الكلمة للسيد الرئيس. أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، طبعا صباحكم جميل. الآن نستأنف الاجتماع وأعلن افتتاح هذه الجلسة حول الإنترنت كأداة للنمو والتنمية المستدامة. في هذه الجلسة أتطلع لمناقشتنا حول ثلاث قضايا رئيسة. القضية الأولى تتعلق بقمة المعلوماتية، إن هذا المؤتمر في عام 2015 سيتم عامه العاشر، ومن المفروض أن يكون هناك مراجعة من قبل الجمعية العامة، ولذا سنحاول أيضا أن نعرف شكل هذه القمة ومخرجاتها بعد عام 2015. عام 2015 هو عام مراجعة أهداف الألفية الإنمائية للأمم المتحدة، وكيف يتم الوصل ما بين هذه الفترة والفترة التي تلت قمة المعلوماتية. سنحاول هنا أن نناقش كل هذه الأمور، ونتمنى أن نستمع إلى تعليقات ومداخلات من السادة الحضور. في الجزء الثاني سيكون هناك أمثلة عملية حول كيفية استخدام التكنولوجيا من أجل زيادة النفاذ إلى الإنترنت. أود أن أقدم الميسر لهذا الجزء من مناقشتنا، السيد يانيس كاربلين، مساعد المدير العام للاتصالات والمعلومات بمنظمة اليونسكو. يانيس تفضل. شكرا لك جزيل الشكر سيد بانجي، ولكن قبل أن أتحدث، إذا كان السيد رشيد موجود في القاعة فأرجو أن يعرف عن نفسه ويأتي إلى المنصة ويجلس بجواري. Marcus Kilmer, I chair the preparatory process. شكرا جزيلا. قبل أن أبدأ أود أن أؤكد لكم أن اليوم هو يوم الأمم المتحدة، ولكن لدي بعض الكلمات الموجزة حول المفهوم الخاص بهذه المصطلحات. عندما تم إعادة تجديد هذه المفاهيم مرة ثانية، كان هناك توصية قدمت لمنتدى حوكمة الإنترنت. من هذه التوصيات هو أن كل جلسة من الجلسات البؤرية يجب أن تتحدث وتركز على موضوع أساسي من الموضوعات، وقد كان هناك عدد من القضايا الخاصة بوضع السياسات فضلا عن فتح هذه الجلسات للتوصيات. سنضع كل هذه الأرقام وكل هذه الأسئلة على الشاشة، ولكن بالطبع لن يتوفر لدينا وقت لكل ذلك، ولكننا سنضعها على الشاشة أمام حضراتكم لتسيير النقاش. مرة ثانية، إن البرنامج المطبوع قد تم تبعته قبل أن نقوم بوضع اللمسات الأخيرة، ولكن المجموعة الاستشارية ستتحدث في الغد، وسيكون هناك جلسة لمدة 3 ساعات حول المراقبة والمراقبة المضادة. إذن في الغد الجلسة الرئيسية ستكون حول المراقبة والمراقبة المضادة. شكرا لك يا ماركوس. أود أن أوجه خالص التقدير في يوم الأمم المتحدة، إن هذا اليوم هو يوم مناسب لأن نتحدث ونناقش عن أهداف قمة المعلوماتية وأهداف الألفية الإنمائية وما هي العلاقة الترابطية بين الاثنين. ولكن
قبل أن ندعو السيد مانيوين وقبل أن أعطيه الكلمة وهو موجود معنا في هذه القاعة. هل هو فعلا موجود معنا في هذه القاعة كما أتمنى؟ أود ربما أن أعطيكم بعض المعلومات كخلفية. وكما ذكر السيد الرئيس في البداية، نحن نقترب من عام 2015، وهذا العام سيقوم المجتمع الدولي بمراجعة الإنجازات وتنفيذ القرارات والمقررات التي تم تبنيها في عام 2000 في قمة الألفية، وسينظر المجتمع الدولي في إلى أي مدى على المنظور والمستوى القومي والوطني والدولي تم تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية. إن قمة المعلوماتية التي انعقدت في عام 2003-2005 تبنت مجموعة من الأهداف، وأذكركم جميعا بتلك الأهداف التي تم تبنيها عام 2003-2005 في مرحلة تونس. من بين النقاط والمناقشات التي دارت، كانت هناك مناقشات حول تنفيذ مقررات قمة المعلوماتية وكيف يمكن لتنفيذ هذه المقررات أن يسهم في تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية، وكيف يمكن للتقنيات والتكنولوجيا أن تصبح جزءا لا يتجزأ من الفترة التي ستعقب عام 2015 وجدول أعمال التنمية المستدامة. هذه فرصة لمراجعة أهداف قمة المعلوماتية، والتي نرى أن سيكون من شأنها المساعدة في مراجعة أهداف الألفية الإنمائية. ويجب أن نرى التكنولوجيا بوصفها أداة حافزة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة. في هذه الجلسة الصباحية سنحاول أن نستكشف وأن نفهم بصورة أفضل كيف لهاتين العمليتين أن يرتبط ببعضهما البعض، وكيف نصل إلى نتائج في هذا الصدد. ولكن قبل أن أعطي الكلمة للزملاء وأعطيها للمتحدث الأول في هذه الجلسة، أذكركم أن أهداف الألفية الإنمائية تتألف من 8 أهداف رئيسة، ألا وهي: أولا القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقيق التعليم الأولي للجميع، المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تقليل الوفيات بين الأطفال، تحسين صحة الأم، مكافحة الملاريا والإتش آي في والإيدز، تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة مستدامة من أجل تحقيق التنمية. إن مرحلة جنيفا قامت بمراجعة هذه الأهداف، ومن المفترض أن تتم في عام 2015. ومرة ثانية سأضع هذه القوانين أمام حضراتكم وهذه الأهداف، لنرى إلى أي مدى قد استطعنا من خلال التقنيات التكنولوجية أن تساعد في تحقيق بعض هذه الأهداف. إن بعضها قد يبدو ساذجا، حيث أنه يؤكد الواضح، وخاصة أنه في عام 2003 لم تكن تقنيات التكنولوجيا واضحة تماما. مثلا من بين هذه الأهداف: وجود نقاط للنفاذ، إقامة مدارس أولية وإعدادية تعتمد على التكنولوجيا، الربط ما بين مراكز العلوم والمكتبات والمتاحف ومكاتب البريد وغيرها، الربط ما بين العيادات والمستشفيات بمراكز التكنولوجيا، إقامة مواقع إلكترونية وعناوين إلكترونية، تعديل المناهج التعليمية في المرحلة الابتدائية والإعدادية بحيث تأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية، التأكيد على أن جميع السكان يمكنهم الحصول على الخدمات اللازمة، وتشجيع المحتوى ووضع ظروف تقنية بغية تيسير
استخدام كل اللغات المتاحة على شبكة الإنترنت، وتأكد تماما من أن على الأقل نصف سكان العالم يمكنهم الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكنهم. هذه هي بعض الأهداف التي تم إرساؤها في قمة المعلوماتية التي عقدت في تونس والتي يجب أن يتم تحقيقها على مدى 10 سنوات. ومن الأهمية بمكان أن نرى إلى أي مدى قد استطعنا أن ننفذ إلى هذه الثورة التقنية، وأن نرى أن بعض هذه الأهداف قد أصبحت من الأهداف التي عفى عليها الزمن. سننظر إلى كل هذه الأهداف، وعلينا أن نرى أن معظم هذه الأهداف قد تم تحقيقها بالفعل، ولكن بالطبع ليس جميعها. وفي السنوات المتبقية سنتمنى ونرغب أن يكون هناك مزيد من التأكيد على هذه الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن. لا أرى معنا في القاعة سيد جاردن مانوين، هل موجود معنا في القاعة؟ إذا كنت موجودا سيدي فلتتقدم إلى المنصة، كنت أنتظرك بفارغ الصبر. السيد منوين هو مستشار خاص لرئيسة إندونيسيا ومتخصص في أهداف الألفية الإنمائية، كما متخصص أيضا في الشؤون الخارجية الدولية. التحق بالرئاسة في عام 2010، والسيد مانوين سيرأس معنا هذه الجلسة وسيشاركنا في خبرة إندونيسيا في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية. السيد مانوين تفضل. Can we please switch to the screen computer? While we're waiting. بينما ننتظر حل بعض المسائل التكنولوجية، أعلن أن المتحدث التالي الذي سيعقب السيد مانوين هو السيد فريدريك داتس، فأرجو من سيادتك أن تستعد للحديث بعد السيد مانوين. Thank you very much, Mr. Chairman, and good. شكرا جزيلا حضرة الرئيس، طاب صباحكم جميعا. يسعدني ويشرفني الحضور أمام حضراتكم لحضور هذا الاجتماع الهام الخاص بمنتدى حوكمة الإنترنت. اليوم سأشارككم وجهات نظرنا حول تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية في إندونيسيا والدور الذي تلعبه في إحداث النمو من أجل تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في إندونيسيا. سترون في خلال عرضي تركيزا على الشراكة، وذلك لأن الشراكة كانت بمثابة قوة حافزة من أجل تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في إندونيسيا. قبل أن أخوض في التفاصيل والعمق، اسمحوا لي أن ننظر إلى الوضع الحالي في إندونيسيا. إندونيسيا مثلها في ذلك مثل عدد كبير من الدول، فقد حققت مستويات مختلفة من أهداف الألفية الإنمائية. وإنجازات أهداف الألفية يمكن أن تنقسم إلى 3 مجموعات. أولا الأهداف التي تم تحقيقها بالفعل، وهي تتعلق بالهدف الأول من أهداف الألفية، ألا وهي تخفيف شأفة الفقر
بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وهناك هذا الهدف الذي تم تحقيقه وهو الهدف السادس الخاص بتقليل نسبة الإصابة بالسل، كما أن هناك أيضا الأهداف الموجودة أمامكم على الشاشة والتي من المفترض أن يتم تحقيقها بحلول عام 2015. ربما الأمر الأكثر أهمية هو أن هناك عدد من الأهداف التي بحاجة إلى جهد جهيد وإلى إنجاز كبير حتى نستطيع أن ننفذه بحلول عام 2015. أود أن ألفت انتباه حضراتكم إلى ثلاث قضايا رئيسة. القضية الأولى هو ارتفاع نسبة الوفيات الأمهات في إندونيسيا، لأن النسبة كبيرة في إندونيسيا، فقد كانت 1000 في إندونيسيا، بالإضافة إلى نسبة الإصابة بالأطفال المصابين بمرض الـ HIV والتي لا تزال تمثل مشكلة. يتعين علينا أيضا أن نعمل بصورة كبيرة من أجل تحقيق الهدف السابع والذي يتعلق بتخفيض انبعاثات غاز الدفيئة وتحسين عمليات الصرف الصحي. عندما نتحدث عن تحقيق أهداف الألفية سنجد أن هناك تحديا كبيرا حتى نضمن تماما أننا سنحقق هذه الأهداف بحلول عام 2015. هذا التحدي يمكن أن ننظر إليه من منظور جغرافي، فكما تعرفون فإندونيسيا هي أكبر دولة واقعة في حزام الزلازل في العالم، وتوجد حواجز ضخمة لا يستهان بها، ولذلك من الصعوبة أن نغطي كل المناطق وكل الجزر من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. يوجد مشكلة خاصة بالبنى الأساسية التي ينبغي أن تتحسن بصورة مضطردة، ومشكلة البنية الأساسية في إندونيسيا تمثل تحديا كبيرا، حيث يصعب النفاذ إلى خدمات الصحة وخاصة بالنسبة لمراكز صحة المجتمع أمام المواطنين الذين يعيشون في مناطق نائية. هذه التحديات أيضا يمكن النظر إليها من منظور سكاني. ربما تعرفون أن إندونيسيا بها أكبر رابع سكان في العالم، والرقم هو 250 مليون نسمة، ونرى أن سرعة النمو السكاني يفوق النمو الاقتصادي، وهذا معناه أنه ينبغي علينا أن نعمل بصورة كبيرة حتى نستطيع أن نحقق أهداف التنمية. لدينا نجاح في تخطيط الأسرة في الماضي، ولكن حاولنا جاهدين أن نعيد قصص النجاح التي كانت موجودة في الماضي لخفض نسبة السكان. ومشكلة السكان في إندونيسيا تؤثر على أن النسبة الكبيرة من السكان من الشباب في سن الإنتاج، وهذا معناه أنهم عندما يتقدم العمر في إندونيسيا لهؤلاء الشباب، وذلك نظرا لتقدم الرعاية الصحية، فعلينا أن نفكر في التعامل مع الفئة المعمرة الموجودة في المستقبل بعد أن يكبر هؤلاء الشبان. ومن بين المشاكل التقنية الموجودة في إندونيسيا بالإضافة إلى كل الذي ذكرته، تلك المشكلة التي تتعلق بصحة الأم والطفل في إندونيسيا. يوجد بعض الشواغل والهواجس في إندونيسيا على أن الإنجازات الحادثة في هذا الاتجاه، ولا سيما في خفض نسبة الوفيات بين الأطفال والأمهات، ليس كافيا. علينا أن نلبي وننفذ هدف 102 حالة وفاة بحلول عام 2015، ولكن الآن الأرقام تصل إلى 228 من بين وفيات الأمهات، ولذلك علينا أن نعمل بصورة جهيدة حتى نستطيع أن نحقق هذا الهدف. من أجل تحقيق هذا الهدف نحن بحاجة إلى تآزر بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي ووسائل الإعلام. يجب على كل هذه الأوساط أن تأتي سويا من أجل إحداث تغيير ومن أجل إنجاز الهدف الخاص بصحة المرأة في إندونيسيا.
في حقيقة الأمر فإن حكومة إندونيسيا قد وضعت تحقيق أهداف التنمية على رأس أولوياتها، وكانت هناك علامة منذ عام 2000 عندما تبنينا واعتمدنا هذه الأهداف. قامت إندونيسيا برسم خارطة الطريق من أجل الإسراع في تنفيذ أهداف الألفية. خارطة الطريق تلك التي تم رسمها أطلقت عام 2010 ودعت جميع أطراف المصالح للإسراع في برامجهم من أجل أن نحقق الأهداف بحلول عام 2015. وهناك أمر آخر هام، وهو أن هناك تنظيم لأهداف الألفية وصياغتها في خطط التنمية متوسطة المدى وطويلة المدى. إن خطط التنمية الوطنية قد تم صياغتها، كي تدرج فيما تدرج أهداف الألفية، والآن كل الأولويات لأهداف التنمية موجودة في خطط التنمية الوطنية، كما تم تنظيمها أيضا في إطار الموازنة العامة للدولة. وهناك أمر آخر هام، ألا وهو أن إندونيسيا قد استطاعت تحقيق تقدما على صعيد ترجمة بعض الالتزامات إلى أمر عملي واقع، وذلك عن طريق تنفيذ خطط عمل للإسراع بتنفيذ أهداف الإنمائية. لقد قمنا بتنظيم جوائز سنوية في إندونيسيا، وهذا النوع من الشراكة بين الحكومة والقطاع المدني والقطاع الخاص تهدف إلى الإسراع في تنفيذ الأهداف الإنمائية على مستوى القاعدة الشعبية. عندما نتحدث عن المحفز لبرامج التنمية في إندونيسيا، ينبغي أن أؤكد على أننا لدينا استراتيجية رئيسة هنا. قمنا باعتماد ما يطلق عليه نموذج من أعلى إلى أسفل من أجل الإسراع بتنفيذ الأهداف. وفي هذا السياق فإن الحكومة وحدها لا تعتبر هي المسؤول الرئيس أو الكيان الوحيد المسؤول عن تنفيذ الأهداف الإنمائية، ولكن أصبحنا الآن نرى مستوى أعلى من المشاركة من قبل المجتمعات المحلية. تلك المجتمعات المحلية تولت المسؤولية من أجل تحسين مستوى حياتها حتى تحقق نفعها العام، وهذا معناه أن هناك عدد كبير من البرامج التي تقوم المجتمعات المحلية بصياغتها وتنفيذها. واسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا واحدا حول برامج أهداف الإنمائية التي تؤكد على الشراكة في إندونيسيا. خلال العامين الماضيين قمنا بتطوير برنامج يطلق عليه بنسرا نوشنتارا، معناها فنارة الأمة. هذا البرنامج يوضح كيف يمكن أن نرسم ونخطط برامج للتدخل لتقديم خدمة الرعاية الصحية في المناطق النائية في إندونيسيا. بالنسبة لهذا البرنامج فإنه يقوم بإدماج كافة الجوانب التي نسعى إلى التركيز عليها. مثلا فقدمنا التعليم الذي يقع في صلب البرنامج، ثم تمكين المجتمعات المحلية بالإضافة إلى الصحة. هذا البرنامج لا يقتصر فقط على الصحة، education of the community and community empowerment. ولكنه يهدف إلى الدمج ما بين الصحة والتعليم وتمكين المجتمع المحلي. أدركنا أيضا من خلال البرامج أن الحكومة وحدها ليست قادرة على تحقيق الأهداف، إذن حاولنا هنا أن ندمج ونشرك قطاعات أخرى في إندونيسيا بحيث تأتي وتشارك في شراكة مستدامة بغية تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في إندونيسيا. وهناك تركيز على الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي ووسائل الإعلام والحكومات المحلية والمركزية في برنامج منارة أو فنارة الأمة. والآن اسمحوا لي أن أنتقل إلى جزء آخر
ألا وهو القضايا الساخنة المحتدمة والخاصة بجدول أعمال التنمية في أعقاب عام 2015. أعتقد أن الوقت قد حان أمامنا لأن نرسي العمل أمام تحقيق جدول أعمال تنموي. إن معظم الحديث يدور حول الأعمدة الثلاثة الخاصة بالدمج الاجتماعي والتنمية المستدامة، ولكن أود أن أؤكد عليكم على أنه يتعين علينا أن نأتي بكل هذه الدعامات الثلاثة سويا. لا ينبغي أبدا أن نركز على دعامة دون الأخرى، ولا يجب علينا أن نسعى لتحقيق التنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة بمعزل عن غيرها. يجب أن يتم النظر إليها بصورة متزنة ومتوازنة، ونحن نرى أن التنمية المستدامة يجب أن تدعم من قبل وجود حوكمة جيدة وسلم وسلام حتى نتأكد من تحقيق الأهداف. وكما تعرفون فإن الاجتماع عالي المستوى لجدول أعمال التنمية في أعقاب عام 2015، وزميلي هو أحد الأعضاء قد قدم تقريرا أمام الأمين العام للأمم المتحدة. هذه المجموعة قامت بالتأكيد على عدة نقاط هامة، من بينها هو أننا بحاجة إلى أن نركز على نقاط خمسة في جدول التنمية في أعقاب عام 2015. هذه النقاط الخمسة تم تضمينها في التقرير المقدم من المجموعة عالية المستوى. أولا، يجب أن يكون هناك تنمية مستدامة، يجب أن يكون هناك بناء للسلام والمؤسسات التي تتحلى بالمسؤولية، يجب أن يكون هناك تحويل للاقتصادات من أجل خلق فرص عمل جديدة والتأكيد على الشراكات المختلفة. التقرير المقدم من هذه المجموعة عالية المستوى يؤكد على الشراكة والتوسع في الشراكات التقليدية وفي أجندة التنمية اتسع النطاق ليشمل الشراكات الدولية أو العالمية دون الاقتصار على الفئة معينة أو طبقة اجتماعية معينة أو بل ضم الفقراء والنساء والمجتمع المدني والكثير من القطاعات المجتمعية. وآن الأوان للمجتمع الدولي أن يوسع نطاق أعماله ويزيد عن ما هو وارد في تلك الأجندة. استكشاف إمكانات التنمية والمساعدات التنموية في المستقبل يوسع الفرص من أجل توسيع الأشكال التنموية التقليدية، ومثال ذلك القطاع الخاص ودوره في الاستثمارات والأعمال الاجتماعية. الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من المتوقع أن تكون لها أهمية كبيرة في إنجاز وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية. نحن نركز أيضا على الشراكة، وهذه هي المجموعات التي نعمل معها: الشباب، الطلبة، القطاع الخاص، الحكومة والمجتمع المدني. الشيء الغريب حول هذا هو أن لكل مجموعة خبرائها الخاصين بها،
سواء في وسائل الإعلام الاجتماعي أو القطاع الخاص أو في التعبئة العامة أو الشراكات وعلى الحكومات دائما أن تقوم بإيجاد البيئة الممكنة لتنفيذ أجندة التنمية وبناء المجتمعات المحلية والاهتمام بالتغذية الرجعية وأعداد التقارير. العمل الجماعي مهم في إنجاز أو في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية حتى 2015، ونحن نعتقد أن العمل الجماعي هو موجود في كافة أنشطتنا من أجل تحقيق نتائج مستدامة. التأكيد هنا على العمل الجماعي، حيث نعمل مع المجتمع المدني والحكومة وعلى المستويات الوطنية والمحلية ومع القطاع الخاص، ونتواصل دائما فيما بيننا. بعد ذلك ستكون هناك أجندة أخرى يجب أن تبدأ بعد 2015، وبالعمل المشترك يمكن لنا أن نحقق ما نصب إليه من أهداف الألفية الإنمائية. التقدم المحرز حتى الآن أكد أيضا على الشراكات بين القطاعات المختلفة، وشكرا لكم على حسن استماعكم. شكرا لكم على هذا العرض القيم وعلى التجربة الإندلسية التي عرضتموها والتي تبين إلى أين وصلت إندلسيا في تحقيق أهداف الألفية المائية. وكما ذكرتم كان هناك دور كبير لمختلف القطاعات في تحقيق هذه الأهداف. والآن أعطي الكلمة للسيد فليكس دوكس ليقدم لنا عرضا عن بلدته في بريطانيا. وهو أيضا قد عمل مع الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، وهو معروف بمشاركته في الاجتماعات الحكومية البينية. الكلمة لكم سيدي في خلال 7 دقائق. مايكروفون بليز. أود أن أبدأ بتحية حكومة إندونيسيا وتهنئتها على الإنجازات. الصوت سيء للغاية، الصوت يصلنا سيء للغاية. القيادة بدأت تنتقل من الدول المتقدمة إلى الدول النامية في كثير من المجالات. الهند والبرازيل وكولومبيا أصبحت تتبوأ مراكز القيادة، وهذه علامة جيدة. سأتحدث في هذا العرض The development of the sustainable development goal which was mentioned just in the run-up to Rio, and I'll return to that in the final session in a little bit more depth, and some lessons which the WSIS paper might consider. So I remember well the preparation for the Millennium Summit in 2000, because it was happening just as the World Summit on Sustainable Development was starting to gain traction. Like many environment and sustainable development NGOs, Stakeholders Forum, who I was then the director of, made a strategic decision that the Millennium Summit seemed to be going nowhere.
We therefore decided to put our efforts into securing what we hoped would be a new deal between developed and developing countries to deliver Agenda 21. And we hope this will be done at the World Summit on Sustainable Development in September 2002. Of course, the election in the United States in 2000 and 9/11 was considerably going to derail the process around the World Summit. So how wrong we were, and we were, many of us, wrong, I think, in what the Millennium Summit. في الشهور الثلاثة الأخيرة قبل القمة أتى البنك الدولي بأهداف الألفية centric. And as was mentioned, I think, by our moderator, there were 8 goals, and for the sustainable development community, MDG 7 was very important, ensuring environmental sustainability. But it was actually a very weak goal, partly because the environmental sustainable world didn't go to the Millennium Summit in September 2000. It was clearly a top-down approach, target setting, and that brought the wrath of many of the NGOs at the time. The entire MDGA process has been accused of lacking legitimacy as it failed to include the voices of the very participants that the MDGs seek to assist. And since then, of course, most of those people have become supporters and have helped to try and see those targets achieved. And that's why in the process for the SDGs, there's much more of a bottom-up approach, and I think that's very good. But not all the targets were agreed in 2000. For example, a sanitation target was added under MDG 7 after the World Summit on Sustainable Development, and the Global Partnership MDG was amended after the 2005 World Summit. I think on the implementation it's really interesting, because the 1990s saw significant commitments made by governments at the Rio Earth Summit, the Copenhagen Social Summit, the Women's Beijing Conference, the Cairo Population Conference, the Istanbul Human Settlements Conference, and the Rome Food Summit. But by 2000, it was clear that governments seemed to be unable to implement across such a wide area, and were having significant problems in prioritizing resources to the most important areas. So the MDGs were an attempt to simplify this. 8 goals, with only 21 targets. Some of the criticism of the targets was that they were not ambitious enough. Target 7D, for example, aims to, by 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers. For context, India alone is estimated to have close to 100 million slum dwellers. So the ambition in certain cases was as high as it needed to be. One of the significant results of the summit in 2000 was that overseas development assistance had started to go up again after a period of 10 years from 1992 to 2000 where we saw no real increase in ODA. The next 10 years saw ODA double from around $60 billion to $120 billion a year. And this went a long way to accelerate implementation. A challenge that was underlined in 2008 at the UN special session on MDGs, when the UN Secretary General said this about the development agenda. Looking ahead to 2015 and beyond, he said, there is no question that we can achieve the overarching goal. We can put an end to poverty. But he also recognized the challenge. هناك تحديات الأزمات المالية نحن نتعرض لتباطؤ اقتصادي عالمي كبير الدفيئة أو ارتفاع درجات الحرارة العالمية أصبحت ظاهرة قوية تساهم أيضا في التباطؤ في النمو الاقتصادي
وعدد الجوع في العالم أصبح بالملايين وازدادت وطأت هذه التأثيرات على الفقراء. ظروف يجب أن لا نسمح لها بأن تستمر، وعلينا التعجيل بتحقيق أهداف الألفية الإنمائية. هذه الظروف تبرر مدى الاهتمام بتحقيق أهداف الألفية الإنمائية. كثير من البلدان النامية تزيد من إسهاماتها في تحقيق هذه الأهداف، وبعضها يعجز عن تحقيق هذه الأهداف، حتى أن معدلات التنمية أصبحت أقل من 9.9%. الصوت للأسف لا زال سيئا، الصوت الذي يصل إلينا لا زال في منتهى السوء. But of course, by them doing that, they have taken money away from other areas which have suffered in the last 10 years. And we've seen national implementation strategies, as the government of Indonesia was indicating in their presentation, often linked to support from the UN and the World Bank. And so a coherence at the national level has played, I think, a significant role. And as Indonesia also indicated, in many countries, that's been through the support of stakeholders, whether it's the private sector, NGOs, or community-based organisations. I'm looking at my third area, the development of the Sustainable Development Goals in the run-up to Rio. And the idea of the Sustainable Development Goals was articulated in July 2011 at a Rio plus 20 government-sponsored event on institutional framework for sustainable development, held in Solo, Indonesia. Presented by Paulo Caballero, who is the Director of Economic and Social and Environmental Affairs in the Colombian government, supported by Guatemala and other governments shortly afterwards, such as Peru and UAE. And that push for sustainable development goals coming from developing countries again showed that transfer of leadership from developed countries to developing countries. The original proposal for the SDGs was grounded on the idea that the MDGs had played a significant role in focusing the world community, but that focus was too narrow, and that 7 of the 8 goals were targeted for only developing countries. The only universal goal in the 8, focused on the environment, MDG 7, was, as I mentioned, seen to be very weak by many of the people in the environment and sustainable development community. The original proposal for the SDG advocated a reinvigoration of the spirit of MDG 7 by updating the sectoral chapters of Agenda 21, the Johannesburg Plan of Implementation, with up-to-date sectoral targets. And although the original proposal significantly evolved over the months up to Rio Plus 20, the Solo Chair's text already reflected the value of the new idea. It said that there is a significant interest in the discussion of sustainable development goals. The chair's text also reflected the likely difficulty in negotiating new goals during the Rio Plus 20 process. In September 2011, NGOs and other stakeholders met in Bonn at the UNDPI 64th NGO conference, and they put on the table for the first time a set of coherent goals, 17 of them. It's well worth looking back to
to that particular document that came out of that conference to see the influence that it had in the thinking of governments as far as SDGs should be considered. In the run-up to Rio Plus 20, there was much conflict between environment and development community. The development community wanted to continue the MDG approach, and the sustainable development community wanted these new goals to be encompassing both poverty eradication and sustainable development, and that any new goals needed to be universal and would also address issues such as consumption and production to enable all of us to live in a more sustainable way on this planet. I will continue this story in the final session on how the SDGs have developed, but I wanted to end by saying that one of the most significant outcomes of Rio Plus 20 was the agreement that there would be a set of sustainable development goals. The question, of course, was left open, what would be the relationship with the NDG? What Rio Plus 20 did do was to start a rebirth of sustainable development as the main conceptual framework for development in the 21st century, and by doing so, offer a real chance that we might be able to address these challenges together. So to finalize, just some issues where I think the WSIS process might learn something from. One, that money follows goals. This was clear from the MDGs. So if you don't have any targets or indicators that are embedded in these new goals, then money will be less for the area that you're interested in. That engagement with the preparatory process will be critical for your agenda. You need to be engaged now, and you need to be engaged in a very full and front way. That any national follow-up mechanisms that are set up, and we heard in Indonesia how effective theirs was, any follow-on process, you need to integrate the WSIS into that one process, because there is only room for one process. The collaboration with other sectors will help deliver your agenda. Working in silos does not. Perhaps if I could end with a few words from Albert Einstein, who said, learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow, but the important thing is not to stop questioning. Thank you. Thank you very much. Felix, it's a very, very good presentation and put us, really gave us very good perspective. Thank you. I know that we're running very late, and I think since we had two very rich presentations, I don't believe that there will be any specific questions about MDGs and relationship between WSIS and MDGs. I just want to finalize my part of the session. Maybe. Okay. هذه العروض تبين مدى تعقيد الأوضاع المتعلقة بتحقيق أهداف الألفية الإنمائية، ويمكن أن نقفل الآن الكمبيوتر الرئيسي. يبدو أن هناك شيئا غير شغال. هل ممكن الفنيين يساعدونا على إقفال الكمبيوتر الرئيسي؟ على الشاشة أمام حضراتكم كيف يتم تنظيم فروع العمل بحيث يتم إعداد وثيقة واحدة يوافق عليها أو يعتمدها المجتمع الدولي كإطار للتنمية بعد 2015، ومن الواضح جدا أنه حتى الآن التكنولوجيا ليست موجودة أو ليس لها حضور كبير في كثير من الوثائق المتاحة لهذه العملية، ومعنى ذلك أنه أثناء الجلسة التالية التي سيرأسها وسيديرها
روبرت بيبر نائب رئيس من فرانسيسكو سيتم عرض كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون مساعدة في ومحفزة للتنمية في كثير من الحالات، ولذلك ندعو ونشجع أولئك الذين لديهم السلطة، ندعوهم إلى توجيه الاهتمام إلى التكنولوجيا في عملية أجندة التنمية ما بعد 2015. نحن تأخرنا قليلا ونريد أن نلحق بالوقت حتى تكون لدينا فرصة متاحة للمناقشة، و لن أقرأ السيرة الذاتية الطويلة للمتحدثين، وهذا بالنسبة لي جزء مهم جدا من هذه الجلسة. من يعرفونني يعرفون أنني براغماتي وأريد أن أعطي بعض الأمثلة الواقعية حول هذا الإطار التنموي. علينا أن نفكر في إطارات أخرى. هناك ثلاثة عروض قصيرة تشرح وتبين خبرات الشركات في كيفية قيام حوكمة الشركات بالقيام بدورها في التنمية. رئيس مكتب سيعرض علينا فيلم فيديو معروف من اندونيسيا، مؤسسة كارين سيعطينا بعض سيتحدث عن تجربته، وماريا سيتحدث من أوروغواي سيعطينا بعض الأمثلة عن من شركته، ومارتن الكلمة لكم فلنشاهد الفيديو. شكرا سيد روبرت. نشاهد الفيديو أولا، هو الفيديو قصير، ونأخذ بعض الملاحظات بعد مشاهدة الفيديو. Wir haben hier eine Weltreise gemacht. Wir waren unter anderem in Bhutan und in Äthiopien und haben ein paar ganz tolle Projekte gesehen, die uns vollkommen begeistert haben, wie die Menschen vor Ort ihre Welt verbessern. Und wir haben gedacht, niemand in Deutschland kennt diese Projekte. Als ich von der Weltreise zurückkam, hatte ich die Vision, dass man eine Plattform bauen könnte, wo genau solche Grassroots-Projekte sich einer weltweiten Öffentlichkeit vorstellen könnten und Unterstützung finden können. Und so entstand die Vision von betterplace.org. Hi, ich bin Moritz, einer der Mitgründer von Betterplace. Und hier seht ihr, wie aus unserer Vision Wirklichkeit wurde. Mehr als 35 Leute arbeiten an einer besseren Welt und Better Place wächst und gedeiht weiter. Better Place ist eine Crowdfunding-Plattform für soziale Projekte. Wir bringen Spender und soziale Initiativen auf sehr transparente Art und Weise zusammen. Mittlerweile konnten schon über 350.000 Spender 5.000 Projekte unterstützen. Und für die spendensammelnden Organisationen ist das einfach sehr effizient, das Internet. Und andererseits auch für die Spender eine gesunkene Einstiegshürde, weil sie viel einfacher ihr Lieblingsprojekt finden, ihr neues. Man kann jetzt sogar Projekte in seiner ganz nächsten Umgebung finden. Einfach auf seinem Smartphone gucken und dort werden Projekte, sei es Geld- oder Zeitspendenprojekte, angezeigt, die in der Nachbarschaft sind. Ein Projekt, das ich sehr toll finde und das schon sehr viel Geld über uns gesammelt hat, ist ein Projekt, wo obdachlosen Müttern und ihren Kindern geholfen wird. Und es liegt in München und heißt Unterstützen die obdachlose Kinder und Mütter. Und da geht es um die Finanzierung von ganz konkreten Dingen wie Nahrungsmittel, Babynahrung,
und schon 500 Spender haben dieses Projekt unterstützt. Die Wahl der Endung .org war für uns nicht nur einfach eine Internetadresse, sondern wir haben sie zum zentralen Markenkern gemacht, indem wir von betterplace.org reden. Die .org-Endung ist eigentlich eine große Community von Organisationen und Institutionen, die sich bemühen, sozialen Fortschritt zu bewegen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wir arbeiten international und deswegen kam nie in Frage, die DE-Endung zu nehmen, sondern es war klar, dass wir die Org-Endung nehmen, weil die natürlich auch international bekannt ist. Und das Internet verändert die Welt, verändert alle Branchen und das ist so ein klasse Medium, dass auch der soziale Sektor davon profitieren muss und genau das machen wir mit betterplace.org. Wir verändern die Welt durch das Internet. I think this was the video in essence. Yeah, so Martin, because we can stop the video now. Because there was not a German to English translation, they couldn't do the scribing. Those who could see the screen could see the subtitles in English, but the people in the back might not have been able to see it up there. So you might want to give a... بالطبع المشكلة أنها أنصك بالألمانية وأنا أشكرك في هذه المقدمة عن الأهداف المائية الألفية فهي عن الناس في الحياة والهدف من الفيديو كان في الأساس هو أن يوضح الناس يفهمون أشياء لم تكن ممكنة من قبل ونستطيع أن نحقق هذا عن طريق الإنترنت فهي قضايا لمجتمع التنمية وبالطبع فإن المجتمع التنمية يستمر في استخدام الإمكانات المتاحة بالأفضل والأجيف أحد الأماكن التي تساهم في هذا الفهم والصناعة كذلك تخرق إذن إنترنت أكثر دعما كل يوم وبالطبع هذا كان موضوع المناقشة في الآي جي اف هو المزيد من الربط المزيد من الإيصال للناس والشعوب وهو في كذلك لإعطاء قيمة ونحن نرى أن التركيز يكون عادة أستطيع أن أقول من الجزء الشمالي ليكون أكثر في استخدامه في القيمة عن الشمال عن الجنوب ولن نستطيع في عملية الربط أن نفعل شيئا هاملين الآخر وفي العالم في عالم يزداد عولمة بالطبع يساهم بتكاثر في العناصر الرئيسية واحد الأشياء التي نعمل عليها الآن هي نحصل على نطاق .ngo للمنظمات غير الحكومية فقط بحيث ينضم إليها الناس وبهذه الطريقة يمكن إنشاء إذن منظمات غير حكومية كبرى وبالطبع هي منظمات غير حكومية متوسطة وصغيرة هي التي تستطيع أن تستفيد من الإنترنت وهذا يعطينا فكرة أنه نتحدث عن تمكين ليس فقط للحكومة ولكن لكل الأطراف جميعها والوصول إلى تحقيق الأهداف المرغوبة منا جميعا عفوا رسالة سريعة للكاتبين كان مارتن من ناتور دي ماريا يورغا اذا تصحح هذا في النص الاخير مارتن بوترمان ثانك يو سيد مارتن احدى النقاط التي اشرت اليها هي التركيز على التطبيقات والمضمون وما نحن نعتقد اذا ناحيه الطلب والعرض فنحن هذا خطوه اولى وليس كافيه وأعتقد أن هذا بالغ الأهمية كجزء من المناقشة
كيف نفكر في الإنترنت وحوكمة الإنترنت كأداة للتنمية؟ أحيانا نركز فقط على جزء الإنترنت وهذا أمر جيد، ولكن المنفعة الحقيقية في استخدامات الناس. أعتقد أن هذا جيد إذا لم تكن متصل بطبع ستركز على الاتصال، ولكن لابد أن نعرف ماذا يحدث في العالم ونستفيد من القيمة المضافة التي تزداد كل يوم ونأخذ هذا في الاعتبار. شكرا. نحن الآن ننتقل إلى فريد معروف بحيث نستطيع أن نضيف هذا. فريد معروف، شكرا. أنا أمثل جرامين، مؤسسة جرامين، وغرضها بالطبع القضاء على الفقر، ونحن عندنا مجالات ستسمح لنا بتوضيح ما نقوم به في إندونيسيا على المستوى الاجتماعي. المجال الاجتماعي الأول الذي نعمل عليه هو خدمات المعلومات، وفي خدمات المعلومات نرى مثال جيد لعملية تنظيف مثلا ووضع مثلا منصات لصحة الأمهات في غانا، بحيث نقوم بتقليل وفيات الأطفال المواليد والأمهات، بحيث نساعد الأمهات على بالمعلومات على كيفية العناية بالحمل وبالرضع، وهناك تطبيقات كذلك لمتابعة البيانات والمتابعة مع الأمهات. مثلا طفل بقى 7 أشهر محتاج لتطعيمات معينة، وقمنا بهذا في غانا وسمناه MOTCH موتك، وقمنا بتكراره في الهند بالتركيز أكثر على الـ HIV والإيدز. وكذلك هناك الخدمات الزراعية، نقوم إذن بإعداد عامل المعلومات الطبية، وقمنا باستخدام التكنولوجيا المتحركة في أوغندا مع حيث يتم نشر الموضوع، وفي نفس الوقت نقوم بتقديم أموال للعلاقة بين قطاع العام الخاص. وفي أوقات كثيرة في بلاد كثيرة هناك دوافع تعطى لتبرير عملية إذن تطبيقات تخص العاملين. وعندما نتحدث على الاعتماد وعلى الثمن فهم يحصلون عادة على ثمن أعلى المنتج، وحاولنا تطبيق هذا في أندونيسيا لأننا نرى هناك الكثير من التحديات في المزارع الصغيرة. فمثلا إنتاج الكاكاو هي نصف إنتاج العائد بالهكتار نصف الدول الأخرى، فمثلا 800 بينما في أمريكا الجنوبية تصل ل 2000 كيلوغرام. وبالتالي هذا مجال التحسن بدل ما أعطاء معلومات عن أسواق السوق على أثار السوق نحول كذلك تحسين الريع والإنتاج. ناحية أخرى من الحلول هي ما نسميها أدوات الفقر، ونحن نقوم بخلق أدوات تسمح بالعمل، ونعمل الآن في 46 دولة، ويكون من اليسير على أي منظمة تود أن تعمل في القضاء على الفقر أن تقوم بتقييم وبتحديد إذن من هم المستفيدين، وهذا الفقر نحدد عن طريق استبيانات توزع من المراكز في البلاد، وتبدأ بأي سؤال ثم نقوم بإجازها من أجل معرفة كيف يمكن إذن التعامل مع الفقراء. والفكرة نقوم بالتقييم وبدون سؤال عن العائد، ولكن نسأل عن ظروف الحياة. فمثلا في أندونيسيا نسأل ما دورة المية، ومثلا استخدم 3 كيلوغرام للوقود في الطهو، ومن هذا نحدد إذا النتائج
من 100 وبهذا نستطيع أن نعد إذا باستخدام المتابعة على الخفض. فأعتقد فندريس يقوم بتقليل 2 مليون من الحاضرين ونحن نستخدم هذا حتى نضمن نجاح العمليات. النقطة الأخيرة خاصة بالخدمات المالية حيث نحاول أن نجد منتجات مثل تكنولوجيا الموبايل لمساعدة الفقراء بصفة خاصة للوصول إلى قاعدة الهرم أو نحن نحاول نحدد المنتج بناء على احتياجات العميل وليس باعتماد على شيء أخرى. فنحن مرة أخرى نذهب للعميل نسألهم ما نوعية المنتجات. الآن نشتغل على أحد المنتجات المتوفرة لنا في أوغندا حيث تريدون منتج محدد. فمثلا عملية مثلا واحد يقوم بالادخار بالذهب فمثلا يرسل الأطفال إلى المدرسة ثم يقوم مثلا جميعا بتحويل عن طريق الموبايل من أجل الادخار في الذهب. فمثلا هناك بعض قد يبيع المال لأنفسه في وقت معين ولكن هذا للتأكيد. فبالطبع هم في حاجاتهم من المال يحصلون عليه من أي طرف حتى لو كان مثلا الزوج. وشكرا سيد فريد. خورخي الكلمة لك ثم ستوفر لنا الوقت من أجل أسئلة من الحضور. شكرا خورخي. شكرا نحن أنا أعمل في مجال التنمية الاجتماعي في بلادي أوروغواي وتم إذن تأسيسها قبل 6 أعوام ونحن نعمل في عملية التوعية ونحن في المرحلة الثالثة وهناك 15 هدف وهناك إذن أهداف قبل القياس. وعرض اليوم هو تقرير عن بعض التقدم الذي تحقق بصفة خاصة في باسيبال. باسيبال هو إذن خطة لواحد لابتوب لكل طفل. والخطة بدأت 6 أعوام ماضية وهذا فترة الدراسة الابتدائية وبنهاية هذه الفترة سيحصل الطفل على لابتوب وبهذا نقوم بتقييمه. وعندي فيديو إذا كان يمكن على السادة الحضور الفنيين أن يقوم بعرضه. Muchos piensan primero en el fútbol, la celeste. Otros nos identifican por nuestras costumbres. Y por tener 4 veces más ganado que gente. Con un sistema educativo gratuito, laico y obligatorio desde 1877. Hoy como derecho, cada uno de los niños tiene su computadora personal del Plan Ceibal. Que se utilizan en el aula, permiten la enseñanza de programación y robótica, además de ser una herramienta de evaluación educativa en línea. 1 de cada 5 uruguayos es beneficiario del Plan Ceibal. Con el 95% de los centros educativos conectados a Internet y un 65% de los hogares con PC. También hemos logrado disminuir la brecha digital entre los hogares de mayores y menores ingresos a solo el 6%. Tener conectividad de calidad ya no es un lujo de pocos, es un derecho de todos.
tenemos la primera red LTE de Latinoamérica. En Uruguay tenemos datos abiertos de gobierno. Combinamos y transformamos los datos y así construimos información y servicios para todos. La tecnología nos está ayudando a innovar en la relación entre la ciudadanía y la administración pública. La tecnología también está presente en los espacios más tradicionales como el campo, con una trazabilidad vacuna individual al 100%. Y en los más innovadores, como la pujante industria nacional del software, cada vez más atractiva para el exterior. هحاول. يا انا وحشة. واحد بيتريق يقول لك في مصر فقط الجمهورية جريدة يومية، العدل شركة الانتاج السينمائي، الوطنية محطات بنزين، الحقوق كلها بتخرج كله وحبيب. تريق. Video continues then, please. Can we continue the video? هل نستطيع أن نستمر في الفيديو؟ هناك أكثر؟ La maestra me llamó y me dio una compu con mi nombre y nos dio más y más computadoras. Hasta que todos los niños de todas las escuelas tuvimos nuestras propias computadoras. Un montón de señores se pusieron a trabajar para que si mis amigos tengamos internet en la escuela. Y todos tuvimos que aprender cosas nuevas, ¡hasta los maestros! Los liceos también tienen computadoras. País que los niños tienen acceso de todas las clases sociales a esta herramienta. Bueno, ahora con el plan Ceibal y la información y el acceso a aprender se niveló, o sea, tenemos igualdad de oportunidades para avanzar. Mire para allá, ¿cuánto tendrás que darle? Bueno, 120. No, le 120. Maestro, mire. Perfecto. De que me pregunten dónde vivo. Bueno, vivo en Uruguay, en el país donde todos los niños de las escuelas públicas tienen una computadora. Yep. Thank you. We can إذا نستطيع أن نوقف الفيديو الآن. شكرا سيد خورخي. هناك كثير من الأسئلة ومن الواضح كيف يمكن استخدام الإنترنت ما في خطة منذ 6 أعوام يتم استخدامها والآن تقومون بالعمل على التقييم وكان هناك دائما في هذه الفكرة جيدة ولكن هل تعمل؟ هل كيف يمكن إذن انجح في
سرني أن أسمع هذا بإيجاز، لأن بالتأكيد نحن في حاجة إلى وقت كي نستطيع أن نخصصه للأسئلة. أود أن ألاحظ أن هذه الأداة لتعليم كذلك المدرسين، وقمنا بإدخال أداة جديدة وهو اللابتوب، ولكن اللابتوب ليس فقط أداة للتعلم، ولكنها أداة كذلك لتحسين قدرات الأطفال. عندهم الآن القدرة الدخول على الإنترنت، وكذلك مساعدة الأسرة بالكمبيوتر واستخدامها لتعلم الإنجليزية والرياضيات. وهناك اتفاق مع مدارس بريطانية في إنجلترا تلعب دور بالتعلم الإلكتروني للإنجليزية في الأطفال في أوروغواي، هذا مهم. فنحن لا نعمل مع أداة فقط من أجل التعليم التقليدي. أنا أتفهم النقطة بالتحديد، فربما إذا عدنا إلى هذا أود بداية أن أرى هل هناك أي أسئلة حول العروض التي قدمت وكانت ناجحة وعملية. ولقد رأينا بعض الأمثلة العلمية كيف للتكنولوجيا ويتم استخدام الإنترنت. والنقطة الأخيرة خرخي، أعتقدنا بالغة الأهمية حول الناس والأشخاص، فالتكنولوجيا ليست بمفردها، ونحن أحيانا ننسى هذا بالغ الأهمية. فنسمع، هل هناك أحد من الجالسين في الخلف؟ سيضرب معك ميكروفون. شكرا بوب، اسمي أندسايم، أنا من منظمة أندلسية ماستر، وأنا أؤيد ما ذكره السيد المؤثر المقرر. فمثلا في أسوأ في إطار الأمم المتحدة فالتكنولوجيا متوفرة، ولكن أعتقد أنها يؤخذ كأمر لم نقش فيه أنها تساهم في التنمية، كما مثلا السيد جوردن من إندونيسيا ذكر على 3 أعمدة رئيسية، فهناك البنية التحتية، ولكن في المفهوم الحكومي البنية التحتية ليس مدرجة داخل خطة. فهناك بنية تحتية مثل الطرق، الموانئ، المطارات، والحكومة يعتبر أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي إذا لدي بنية القطاع الخاص، ومن ثم لا يفكرون في ذلك. فبعض المنظمات تقول نحن في حاجة إلى البرود باند ونطقة واسعة، وأعتقد هذا مهم في التعليم، ولكن إذا توفرت في البنية التحتية سيكون من الخطر أن نعلم الأطفال من خلال شبكة إنترنت بطيئة للغاية. شكرا. نعود للسيدة جين. شكرا جزيلا جين كافن من جمعية الإنترنت، وسأقول أن تعقيب المتحدث الأخير عندما تحدث عن ثانيه الأعمدة، فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي مستعرضة في الحقيقة لكل الطبقات. وسأعطي مثال لموقف مرتبط مثلا بزلزال هايتي، حيث أحد المنظمات التنموية لم إذا تشتغل على الاي سي تي عندما بدأت العمل في ذلك، كنت في فريق عمل معه والناس يتحدثون عما يحتاجونه، ولقد قلنا لابد أن الاتصالات
التجاوز مع الاتصالات أمر أساسي ولابد أن تأخذ في الاعتبار، ولكن لم يكن أمر هكذا، فالأمر مثير للاهتمام لمن عملون مع توصيل العنف، توصيل الاتصال في العنف. ربما لابد أن تفهم أين إذا طبقة الآي سي تي، هل نضعها أفقيا أم رأسية؟ وهذا في الواقع يثير نقطة بالغة الأهمية، هو أن بعد العمل الذي تم أخيرا في البنك الدولي كان ينظر إلى تقنيات ذات الغرض العام مثل محرك الاحتراق الذاتي والكهرباء الأخيرة وأشياء والحوسبة، والنتيجة هو أن النطاق الواسع هو أحد التقنيات، كما لو أنه سيحرك الاحتراق الداخلي وغيرها، التكنولوجيا محدودة. ولكن هناك أدلة لإثبات ذلك، أننا لا نفكر في هذا الأمر بالقدر الكافي. هناك تعقيب آخر، قدم نفسك. شكرا. أيدي طيب من جمعية آي سي تي في إندونيسيا، وأتى مع دكتور ستينت وهو رئيسنا، وأود أن أقول في هذا المنتدى أن ما نعمل قريبا قال دكتور ستينت، فنحن اتفقنا على أن أي جهاز يعمل هنا سيرتبط بجودة شبكة معلومات الاتصالات نفسها. وأود أن أتحدث في إندونيسيا منذ 1953-1954، فكل ما يبناه القطاع، كل الشبكات يبنيها القطاع الخاص، فالحكومة لا تصرف كثير في هذا. وكان وبطبع في عملية الضرائب وأي أحمال أخرى، وبالطبع هي حبل كبير على المشغلين. وعندما نلاحظ أن الإنترنت سيلعب دورا رئيسا في كيفية الحفاظ على استدامة التنمية، أعتقد أن لابد إذن أن نرى كيف نستطيع أن نبني الأشياء المؤخذة في الاعتراض حكومات، وكيف نقوم بالإنفاق على البنية التحتية. ولا نترك الأمر في يد المشغلين فقط، فلذا في الخطط الجديدة للقانون الاتصالات نحن نود أن نشير ونلفت انتباه الحكومة إلى أنه يجب أن يطلقوا أو مبالغ يصرفوا مبالغ كبيرة في هذا الصدد. We did a study. قمنا بإجراء دراسة مع إحدى لجان الأمم المتحدة، وقد تم نشرها في شهر تموز من إيطال، والتي يوليو، والتي تتعلق بالبرود باند. وبغض النظر عما إذا كنا نطلق عليها استراتيجية أو خطة عمل أو خطة، فأهم ما خلصنا إليه هو أن كل هذه الدراسات تحدث فرقا. قد يكون هناك عدد من السلاسل الزمنية التي تساعدنا على إجراء مقاربة بين الدول المختلفة، ووجدنا أنه خلال السنوات العشرة الماضية فإن هناك 160 دولة أو ما يزيد وجدت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر نجاعة. إذا كانت الحكومة تسير وحدها أو القطاع الخاص يسير وحده، فإن الأمور لا تحقق نفس النجاح إذا ما كان هناك شراكة حقيقية. إن القطاع الخاص هو القطاع الذي يقدم أكثر الاستثمارات ويحاول أن يستثمر في التكنولوجيا الحديثة، يمكن أن يتكيف بصورة أكبر بكثير من الحكومة، فضلا عن اتسامه بالمرونة التي قد تفتقر إليها الحكومات. ونظرا لهذا، فإن القطاع الخاص يتعين عليه أن يتخذ الصدارة في عملية التنفيذ. ولكن بالطبع إذا ما تركنا الأمر برمته في أيدي القطاع الخاص لكان هناك فجوات ما كان عليها أن نملأها. من هنا تأتي
أدوار الحكومات. الحكومة ترسي الغايات الأهداف، تقوم بعملية التنسيق، ثم تسد الثغرات الموجودة. تلك الثغرات تشتمل على تقديم الخدمات في المناطق الريفية، المناطق المهمشة، والمناطق التي تفتقر إلى الخدمات الرئيسة. نحن بحاجة إلى خطة، ولكن على أن تشتمل على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. هناك سؤال خاص، هو ما هو المبلغ الذي يتعين على الحكومة أن تنفقه من أجل أن تسد تلك الثغرات؟ وهناك عدة تقنيات يمكن للحكومة أن تستخدمها حتى تحصل على مزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص، ويمكن أن يتم استخدامها بصورة غير مباشرة، مثل وجود قروض في شكل معين أو ائتمان في شكل معين. النقطة التي أكد عليها السيد المتحدث على درجة كبيرة من الأهمية. المتحدث التالي، عندما نقول أن الحكومة عليها أن تسد الثغرات مثلا بالنسبة للمناطق الريفية، فبالنسبة لتلك المناطق الريفية وبالنسبة للمناطق مهمة اقتصاديا، فنحن نعرف أن الحكومة هنا ينبغي عليها أن تقدم مشروعات لتلك المناطق، ويتعين عليها أن تدفع 1.25% من المدخرات على العمليات التشغيلية بصفة سنوية. واستخدام الاستثمارات الموجودة في الميزانية على تلك المناطق المهمشة سيخدم كثيرا. أما بالنسبة للصناديق الأخرى التي تستخدم، فسنجد أن نسبة تقل عن 25% تأتي إلى هذا القطاع. يمكن أعتقد أن من يريد أن يتحدث باللغة الأسبانية يمكن أن يتحدث، لأن هناك ترجمة من الأسبانية إلى الإنجليزية. Empresa de comunicaciones es del Estado. ممتاز. نعم، نحن نتحدث على أن هناك بعض الصناديق التي تتحكم فيها الدولة. إن استثمار الأموال الموجودة في تلك الصناديق يسمح لنا بأن نستخدم هذه الصناديق من أجل أن نقدم كل الخدمات في سائر أنحاء الدولة، على أن يكون هناك خدمات واستثمارات في البنية الأساسية والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها. وهذا معناه أنه يتعين على الحكومة أن تطلع بمسؤولية كبيرة لتغطية هذه المناطق وهذه الأماكن التي تفتقر إلى خدمات، والأماكن غير القادرة على الحصول على خدمة الاتصالات. وهذا هو جزء من مسؤوليات الحكومة التي يتعين عليها أن تطلع بها. من ناحية أخرى، فإن كل الاستثمارات التي تم ضخها لا تتطلب جميعها أرقاما كبيرة. مثلا يمكن أن يكون هناك تخصيص $100 للطفل كل عام ويأتي بنفع. شكرا. اسمي رمانان من الهند، وأعمل في مجموعة داتا. قمنا بإرساء مبادرة في الهند اسمها تقوية المجتمع المحلي، والخاصة بتقديم خدمة الانترنت للمجموعات والمدن الناشئة من أجل التحفيز على الابتكار والإبداع. هذه المبادرة تأتي بحوار بين الأكاديميين في المدن الناشئة وبين الحكومة المحلية والصناعات المحلية الموجودة في نفس المنطقة. حاولنا من تلك المبادرة أن نخلق فرصة سانحة حتى يكون هناك فرص توظيف أفضل وتحسين الاقتصاد في هذه المنطقة المحلية. والتحدي الذي واجهناه من خلال هذه المبادرة والموجود في الهند، لأنك عندما تذهب إلى المناطق الريفية فنجد أن هناك مشكلة خاصة بتطوير المهارات في المناطق النائية. يجب أن يكون هناك مبادرات لتطوير المهارات، فهناك أكثر من 1,000,000 شخص، وهناك عدد 1,000,000,000 شخص يفتقر إلى المهارات، و250 مليون ليس لديهم أي مهارات
ومن ثم حاولنا من خلال مبادرتنا أن نؤكد على الحوار. ومثلا بالنسبة للحكومة الإندونيسية فقد استطاعت أن تحقق نجاحا، نريد أن نستمع منها إلى أفضل الممارسات التي استطاعت من خلالها أن تنمي مهارات في المناطق المهمشة والفقيرة. نستمع إلى مداخلتين ثم نأتي إلى المنصة لنرى ما إذا كان هناك رد من المنصة ومن باتريك أم لا. شكرا لك. أريد أن أتحدث قليلا عن هذه المناقشة المهمة حول كيفية تطوير ودعم البنى الأساسية في مختلف البلدان، وأعتقد أن ذلك منذ يعتبر من أهم النقاشات الدائرة، هو أن هناك عدد كبير من النماذج، هنا عدد كبير من البنى الأساسية التي نتحدث عنها وأعتقد أنه من الأحرى بنا أن نغطيها. من بين البنى الأساسية الهامة الخاصة بالألياف البصرية والبنى الأساسية الخاصة بشبكة الإنترنت وغيرها، من المهم أن يكون لدينا نموذج الأفضل، ويوجد خبرات كبيرة حول كيف يمكن أن نعظم من الشراكة بين قطاعين العام والخاص حتى يمكن أن نحسن من خدمات البنى الأساسية. يجب أن نعمل على تطوير هذه النماذج وترويجها حتى نعرف أن هناك قصص نجاح يمكن أن يتم تداولها. علينا أن ننظر إلى هذه النماذج المختلفة ونرى كيف تم تفعيلها. ثم يوجد مجموعة أخرى من البنى الأساسية المهمة والتي تحدث عنها جينز، ألا وهي نقاط الاتصال المختلفة والخاصة بنقاط المرور لشبكات ووصلات الإنترنت على الصعيد المحلي، وكيف يجب أن نركز على التعاون بين مقدمي الخدمة المختلفين حتى نضمن مرورا سلسا لإشارات الاتصالات. ثم النقطة الأساسية التي تساعد المستخدم في أن يستمتع بالإنترنت هي وجود أجهزة خادم مثلا يمكن أن تكون قادرة على تحميل الفيديو وغيرها. نحن نعرف أن هناك الكثير من المرور عبر شبكة الإنترنت التي قد تعيق من الحركة، ولذلك هذا يمكن أن يتم من خلال أبنة أساسية مثل الكاش واليو اس بي وغيرها التي تمكننا من الولوج ومشاهدة الفيديو عبر شبكة الإنترنت. استمعنا إلى خبرات اليورغواي وعرفنا أنها من البلاد التي لديها أفضل نسبة اختراق واستخدام لشبكة الإنترنت وتقدم نماذج، والمستخدم يشعر بسعادة بالغة في الأورغواي. لا أقول أن هذا النموذج هو النموذج الذي يجب أن يحتذى، ولكن يمكن أن نستمع إلى خبرة الأورغواي ونرى كيف استطاعت أن تستخدم الكوابل، والكوابل يمكن أن تسهم في زيادة استمتاع المستخدم بشبكة الإنترنت والمحتوى الموجود عليه. باتريك من جوجل. باتريك، أنا أعرفك ولكن أريدك أن تقدم نفسك للحضور. باتريك، شكرا. كل هذه نقاط مهمة أثيرت. بالأمس كان هناك إحدى الجلسات التي تحدثت عن النظام البيئي الخاص بالبنى الأساسية لشبكة الإنترنت، وهل نحن نتحدث عن الشبكة اللاسلكية أم شبكة الألياف. يجب أيضا أن نتحدث عن المحتوى المحلي ووجود محتوى محلي وكاش محلي وغيرها. كل هذه النقاط الخاصة بالبنى الأساسية يجب أن يتم تجميعها حتى تدعم ما نقوله هنا ونسعى إلى تحقيقه. شكرا جزيلا. اسمي هاملتون وأنا مدير وضع السياسات في مؤسسات المكتبات. أريد هنا أن أدلي ببعض التعليقات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذا المجال نعمل به في عدد من المناطق. يوجد نحو 330 ألف مكتبة عامة في
أنحاء العالم، منها 230 ألف في العالم النائي النامي. وخلال الفترة السابقة وخلال قمة المعلوماتية استطعنا أن نقيم نقاط اتصال في هذه المكتبات العامة. نحن نعمل بصورة مكثفة في مشروعات للشراكة بين القطاعين والعام والخاص في مبادرة يطلق عليها بيوند أكسس أو فيما بعد التواصل والاتصال. هذه المبادرات تعتبر طريقة بناءة وناجعة لزيادة النفاذ العام لشبكة الإنترنت، وقد قمنا بالتعاون مع فرق عمل في البيرو وفي جورجيا والفلبين، وعملنا على شراكات بين القطاعين العام والخاص، وحاولنا أن نركز بصورة كبيرة على زيادة الخوادم التي تعتمد عليها المكتبات العامة، وذلك من أجل الإسراع في تحقيق أهداف الألفية. ومن ثم إذا كنتم مهتمين أشجعكم على الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. أشرنا من قبل إلى جدول الأعمال فيما بعد عام 2015، إن المنظمة التي أعمل فيها تحاول أن تجعل الحق في النفاذ إلى شبكة الإنترنت حق متأصل في جميع المجتمعات، ونعرف أن هناك إجراءات تتم في نيويورك مع مجموعة أخرى لمراجعة أهداف الأنمية، وقد كنت في الجمعية العامة في شهر سبتمبر أيلول الماضي، واستمعنا إلى عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مراجعة قمة المعلوماتية التي عقدت في تونس، بل أن هناك نحو 50 أو 60 منظمة غير حكومية تعمل في عملية المراجعة، وقد أدركوا أن مجتمع المنظمات المدنية بحاجة إلى زيادة وعيها لهذه العملية التي تتم في نيويورك. وأنا هنا لا أتحدث عن الحكومات، ولكن أتحدث بصورة خاصة عن المجتمع المدني. يجب على المجتمع المدني أن يدرك أن هناك عملية للمراجعة تتم على قدم وساق. الرئيس، هذا ليس بمفاجأة بالنسبة لنا، ولكن اسمحوا لي أن أعود إلى ما نراه نحن المهتمون عندما تتحدث إلى بعض مسؤولي الحكومة، إن بعض مسؤولي الحكومة العاملين في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلومات يفهمون الأمر، ولكنهم بحاجة إلى مساعدة لأن يشرحوا لزملائهم في الوزارات الأخرى في مجلس الوزراء، وأن يشرحوا حتى لأجزاء أخرى للعاملين في الحكومة أهمية هذا الموضوع. نحن جميعا نتشاطر في نفس الخبرات والتجارب، نحن نفهم، نتحدث مع بعضنا البعض، ولكن علينا أن نوسع مجال الحديث إلى قطاعات أخرى لأن نشرح لهم أهمية هذا الأمر بالنسبة لهم ولعملهم. الأمر يبدو كما لو كان هناك مجتمع يساعد بعضه البعض، نساعد آخرين كي يساعدوا آخرين، وهكذا دواليك. هذه نقطة هامة للغاية، وأعتقد أنها نقطة يجب أن نفكر فيها جميعا، ألا وهي الدعم المتبادل حتى نستطيع أن نحقق أهدافنا. يوجد تعليق في الآخر، فإذا كان هناك من يريد أن يأخذ الكلمة تفضلوا قبل أن ننتقل إلى الجزء الآخر من النقاش. اثنان طلب الكلمة، تفضل. شكرا لك يا بوب. اسمي نيك فورن، وأنا موظف حكومة سابق وسفير بريطاني لدى الأمم المتحدة سابقا. عندما كنت في نيويورك كنا نناقش أهداف الألفية، وكان ذلك في عام 2005. أحاول هنا أؤكد النقطة التي تحدث عنها المتحدث الأخير حول المجتمع المدني. للأسف الشديد ومن المحزن أن جانبي الحكومة، الجانب الذي يتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والآخر يتعامل مع أهداف الألفية، لا يتحدثان مع بعضهم البعض بالضرورة. وأضيف كلمة بالضرورة توخيا للأدب، وأقول أنهما لا يتصلان ببعضهما البعض. ومن ثم تأتي التبعات غير المقصودة
للافتقار إلى الحوار بين هذه الجوانب. في إطار منظومة الأمم المتحدة لا يوجد مناصر واحد لنصرة الإنترنت. لا أقول أنه يجب علينا أن نخلق نقطة دعم ومناصرة، ولكن أقول أن الأمر يقع على عاتقنا، لأن نضمن تماما أن المجتمع المدني في بلداننا وأن حكوماتنا يعملون مع بعضهم البعض عندما يتحدثون عن تهديف عن تحقيق أهداف الإنمائية. استمعت إلى صديق ولم أتحقق من نفسي. من خلال تصفح سريع لوثائق نجاحات الألفية، هناك إشارتان فقط لشبكة الإنترنت، وبعد أن استمعنا إلى العروض وقد أعجبتني الورقة المقدمة من أورجواي، فهذا معناه أننا يجب جميعا أن نعمل حتى نحدث الفرق والتغيير اللازم. شكرا على هذا التعليق. إن الاستثناء يثبت القاعدة، وأعطي الكلمة لليونسكو. حاولنا أن نركز على البرود باند وأن نربطها مع أهداف الألفية، وقد وجدنا أن هناك ربطا بين الاثنين، وكل ما تعلمناه خلال السنوات الثلاث الماضية كان ناجحا. وفي إطار ترجمتها إلى الفترة فيما بعد عام 2015 وأهداف الألفية، فسنجد أن هناك تركيز كبير على الإنترنت، إلا أن هناك مجموعات مختلفة داخل نيويورك، وهذه الجامعات يبدو أنها لا تلتفت إلى البراهين الخاصة بلجنة البرودباند في منظومة الأمم المتحدة التي جاءت وتحاول هنا أن تعيد وتراجع المنافع من أجل تحقيق أهداف الألفية. إن عمل البنك الدولي وعمل منظمات أخرى لم ينظر بصورة جدية إلى هذا الأمر، وأحاول هنا أن أتوخى الكياسة. آخر ملاحظة أو ربما آخر ملاحظتين ثم نعود إلى المنصة. يوجد ميكروفون هنا موجود في آخر القاعة، أرجو أن تتحدث في الميكروفون. شكرا جزيلا. للأسف سأسمعكم صوتا بريطانيا آخر. أنا أيضا موظف حكومة في وزارة الخارجية البريطانية، وأحاول هنا أن أطيل التوضيح في هذا الموضوع. فسير كارني قد أدرك أهمية الربط بين أهداف التنمية وبين حوكمة الإنترنت. وجدنا أنه من الصعب حتى الآن أن نصل إلى الوزارات الأخرى، ولكننا حاولنا في داخل وزارة الخارجية أن ندعم هذا المفهوم وأن نخرج به إلى وزارات أخرى. حاولت فقط أن أذكر أنه كما ذكر الوزير في بداية الأسبوع، فإن بريطانيا حريصة كل الحرص على أن تكون مراجعة مجتمع قمة المعلوماتية يحقق نجاحا بحيث يسد الفجوة الرقمية وأن يضمن تحقيق أهداف الإنترنت للجميع. وجدنا أن النقاش حول حوكمة الإنترنت يسيطر عليه المؤسسات والإجراءات والتكامل فيما بينها، بينما لا يجري التركيز على النقطة الأساسية، وهي أن خدمة الإنترنت غير متاحة لكل أنحاء العالم ولكل المناطق. أعيدكم بتركيزكم إلى هذه النقطة بحيث نستطيع أن نستخدم شبكة الإنترنت بغية تحقيق النمو والتنمية المستدامة. ويوجد أمثلة جميلة حول كيفية تحقيق ذلك، ولكن علينا أن نفكر في
كيفية تحقيق هذا خلال السنوات الأخيرة على صعيد الحكومات والمؤسسات المختلفة. نعم، إن سعادة معالي الوزير موجود بيننا، ومجرد وجوده يعتبر بمثابة تأكيد على التزام الحكومة. وعدد كبير من البلدان أرسلت كبار المسؤولين للمشاركة في هذا الاجتماع، وهذا معناه أن هناك التزام راسخ من قبل تلك الدول. إن قادة الدول من مختلف العالم وخاصة العالم النامي بحاجة إلى نشر الرسالة وبثها. نؤكد على أن هناك جهد تعاوني من قبل كل الوزراء، مثل الوزراء في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وغيرها، ولكننا بحاجة إلى أن يضم الوزراء من بلدان أخرى صوتهم. نستمع إلى آخر مداخلة ثم ننتقل إلى الجزء الآخر. في البداية قالوا لي أننا سننتهي في 11:00، ولكن أعطينا ساعة ونصف أخرى، إذن سننتهي في الساعة 12:30. أعمل في منظمة اليونسكو، وأود أن أعود إلى عرض قدمه زميلي، حيث عرض رسما بيانيا وجود مجموعات عمل تعمل على تحقيق أهداف الإنمائية. واستمعت إلى العرض المقدم من إندونيسيا، واستمعنا إلى أن هناك أيضا عملية تشاورية حول تحقيق النمو والتنمية المستدامة. الأمر ليس سهل على الإطلاق. بعض هذه المبادرات مبادرات بين أصحاب المصلحة المختلفين، والبعض الآخر هي مبادرات حكومية. إن عملية مراجعة مخرجات قمة المعلوماتية ومراجعة أهداف الألفية تحدو بنا إلى أن نفكر في مدى النجاح الذي تحقق حتى الآن. وهناك مبادرة في إطار الأمم المتحدة تجمع بأكثر من 30 منظمة دولية حتى تفكر في جدول أعمال التنمية ما بعد عام 2015. 30 منظمة ووكالة من وكالات الأمم المتحدة جاءت وتؤكد على أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهداف الألفية. ونحن نرى أنه ليس من السهل أن نأتي بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كموضوع وقطاع عرضي بين مختلف المجالات الأخرى. ولذا أرى أنه من الواضح تماما أن الحكومات الآن تأتي وتجلس في مقعد القيادة، وكل من يجلس في المقاعد الحكومية والوظائف الحكومية له دور من أجل التأكيد على نشر هذه الرسالة. شكرا لك يا فيدريك. أعتقد أن هذه بداية جيدة للدخول في الجزء الآخر من النقاش، ونيك سيقود الحوار. النقطة الثانية، كيف نضمن من أن أهداف قمة المعلوماتية خلال السنوات العشر القادمة يمكن أن يسهموا في تحقيق أهدافنا؟ نيك، شكرا لك يا بوب. كما ذكر بوب، هذه هي المشكلة. ربما يكون لديكم صيغة ومعادلة مختلفة عن تلك التي رأيتموها من قبل. إن ميسر الجلسات لن يقدموا لكم عرضا، سيستخدم ثلاثة منا ميكروفونات متنقلة، سننتقل فيما بينكم ونتحدث معكم، ولن نجلس هنا طوال الوقت. سنحاول أن نراجع عمليتين ونرى أن تلك العمليات لا ترتبط ببعضها البعض حتى في إطار منظومة الأمم المتحدة. إذا ما ذكرنا أهداف قمة المعلوماتية في تونس، سنجد أنها
تضمن أن تعود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنفع على الجميع وتحقيق التنمية المستدامة. وفي أعقاب أو في الأعوام التي ستلي عام 2015 يجب أن نؤكد على عملية متابعة على المستوى الوطني والجهوي والدولي حتى نحقق هذا الهدف. ولكننا لا نريد من قمة المعلوماتية أن تضيع في إطار جدول أعمال التنمية. نحن ببساطة شديدة نريد أن نصل إلى طريقة تؤكد على أن أسلوب تنفيذ أهداف الوسس مرتبط ارتباطا وثيقا بأهداف الألفية، حيث أنه في عام 2015 فإن قمة المعلوماتية وأهداف الألفية سيتم مراجعتها، وهناك ورقة مرجعية واحدة من صفحة واحدة إذا ما أردتم الاستفادة. وبالإضافة إلى ذلك هناك عدة أفكار حول الربط ما بين عملية مراجعة قمة المعلوماتية والألفية. فدريك سيركز على أفكار معينة وربما نلتفت إلى الحاسوب الخاص به لنرى كيف صاغ هذه الأفكار، ثم بعد ذلك سنحاول هنا أن نصل إلى ملخص للنقاش الذي دار. أخبروني أننا لدينا تعليقين من فيليكس حول العناصر الخاصة بأصحاب المصلحة المتعددين حول هذه العملية، وهو الأمر الذي نفتقر إليه في قمة المعلوماتية. قد يكون لدينا مزيد من أصحاب المصالح المتعددين هنا، ولكن هذا البعد لا يوجد في العديد من المواضيع الأخرى. بوب، إن منتدى حوكمة الإنترنت بوصفه منتدى ومنبر لأصحاب المصلحة المتعددين يؤكد على دور تلك الأطراف المتعددة. لقد أتينا إلى هنا وسنجد أن كل القطاعات موجودة وممثلة هنا، وهو أمر فريد لمنتدى حوكمة الإنترنت، قلما بل نادرا ما يحدث. إذن كيف يمكن أن نستخدم هذه الدفعة الموجودة لنا خلال هذا الأسبوع وأن نوظفها لدعم عملية مراجعة قمة المعلوماتية وأهداف الألفية في إطار الأمم المتحدة؟ فيليكس، أعرف أنك لديك بعض الأفكار حول هذا الموضوع، ربما تريد أن تذكر الآن بعض العناصر الخاصة بأصحاب المصلحة المتعددين التي تهتم بها بالنسبة لخطة العمل، ولكن أرجو أن تتوخى الإيجاز. الصوت غير واضح، نعتذر. We can hear you, Felix. الرئيس يقول نستطيع أن نستمع إليك يا فيليكس، لكن للأسف الترجمة الفورية لا تستمع إلى فيليكس. Members of the Sustainable Development Global Working Group. So it's not everybody. And so you can focus on the 70 countries that are members and try and influence them in the take-up issues relating to your agenda. I'm going to very quickly give you an example of what another sector is doing. In the goals, you could say we already know what some of them are going to be. We know there's going to be one on food and nutrition. We know there's going to be one on water, on energy, on jobs, on education, on health. Pretty clear there are going to be goals.
then there are ones where we're not sure. We think gender could be a goal or it could be cross-cutting. Governance could be a goal or it could be cross-cutting. And then we have ones like urban goal, oceans, forests, peace and security, disaster relief, which we don't know yet whether they'll be goals. The urban community, what they've done is they've created a platform. And they, in fact, are organizing a two-day meeting with the UN and with member states through the Friends of Cities group in New York. And they're preparing papers for that meeting. It's on the 5th and 6th of December. Papers on what kind of targets for an urban goal you would have, what kinds of indicators you will have, substantive input, not just asking to be part of the process, but real stuff for governments to take away and think about. So I would suggest you need to think about that as well. It's not that you're going to have a goal, but on these areas that we already know that there are goals, you should be thinking, are there targets or are there indicators under that which you as a group can come together and put forward? Great, thank you, Felix, for... شكراً Felix على هذه الأفكار. لدينا الآن باتريك ريان وفريد وجوردن. فلدينا ثلاث ميكروفونات هنا. إذن هنا نريد بعض الأفكار الإبداعية. كل دولة يمكن أن تضع خطة عمل وطنية لها لتحقيق هذه الأهداف، تستخدم الخطوط العملية في وضع هيكل الخطة، ويتم البحث في هذه الخطط بالمقارنة فيما بينها. وهذه هي الفكرة التي دار حولها المؤتمر البيئة، بحيث تكون هناك خطة وطنية لكل دولة من الدول. كيف يمكن لهذه الخطط، خطط التنمية المستدامة، أن يتم تنسيقها وتدخل حيز التنفيذ حتى يتم التقارب بين هذه المجتمعات؟ ما هو دور IGF في كل دولة من الدول الأعضاء؟ هل هناك فرص أمامها للمتابعة وتقييم التقدم؟ وعلى الصعيد الدولي كل خط من خطوط العمل يجب أن يكون متوازيا مع الخطوط التنمية في الألفية، و ضماني التنسيق الجيد بين الخطط ومع الحكومات وأصحاب المصلحة والأطراف الأخرى. بغية تقييم عملية التنفيذ، هل يمكن أيضا للSTD أن تكون طريقا أو سبيلا لتيسير التحقيق ومراجعة التقدم؟ هل يمكن للIGF أن تقوم بدورها في التطلع للمستقبل وتحقيق هذه الأهداف بهذه المقدمة؟ آمل أن أستمع إلى مداخلاتكم لإعطائنا بعض الأفكار حول هذا الموضوع. فريد، أرجو التأكد من أن الميكروفونات مفتوحة. If there's no green light, it's not on. إذا لم يكن هناك ضوء أخضر فمعناه أنه مقفول. أنا نيلسون من مايكروسوفت، أستاذ في الجامعة،
الانترنت تقدم طرقا جديدة لأداء الأعمال والمشاركة. لدينا أيضا متطوعين يقومون بأعمال إضافية، ويبدو لي أننا يمكن أن نعزز جمع مزيد من المعلومات، ليس فقط حول دور الإنترنت بل حول أيضا الاقتصادات الجديدة التي تفيد الناس، ليس فقط في البلدان المتقدمة بل في البلدان النامية أيضا. أساسا يريدون أن يعرفوا أن بلدانهم تعمل بطريقة جيدة بالمقارنة بالبلدان الأخرى. عندما كنت في إدارة كلينتون كنا نتحدث عن تصنيفات OECD في مجال التنمية. بعد مغادرة العمل كانت هناك مناقشات طويلة حول بطء النمو في بعض البلدان بالمقارنة ببلدان أخرى، وجمع البيانات والمعلومات حول المزايا الاقتصادية للإنترنت يساعدنا على وضع السياسات المفيدة، وخاصة فيما يتعلق باقتصاد المشاركة واقتصاد المساعدة والاقتصادات الأخرى، حيث يتم عن طريق الإنترنت توثيق هذه البيانات والمعلومات ويستخدمها أساسا وصناع القرار بطريقة مفيدة عند وضع سياساتهم للتعجيل بعملية التنمية. هذه نقطة ممتازة يجب ملاحظتها. فريد وباتريك، أرجو إذا كانت لديكم أفكارا جديدة أن تتقدموا بها وطرحها للمناقشة، إذا كانت ممكن أن تضعوا لنا خطة سيدريكس على الشاشة حتى نرى التقدم الذي يمكن أن يتم. أنا جورلين ماركوي، أعمل في منظمة ليست هادفة للربح. سأتحدث عن التحديات التي واجهناها في الدول النامية في المناطق الحضرية، حيث نعمل مع عدد من الشركات مثل جوجل ومايكروسوفت وغيرها، وهي شركات تعمل في بيئة مليئة بالتحديات، وهناك أيضا رغبة قوية في العمل خارج المناطق الحضرية لتوسيع أنشطة النطاق العريض أو الواسع والاستمرار في تحقيق قصص النجاح. هناك نقطة كانت مهمة جدا لي، وهي حتى بالنسبة لي وأنا قادم من أمريكا، أنا بدأت في فترة مبكرة في العمل، واجهت مشاكل متعددة وقمت بعملية تجارب أو بعمل تجارب متعددة للتغلب على هذه الصعاب والمساعدة على تقدم العمل ونشر المعرفة والمرونة في هذا المجال، والتركيز على ذلك بنشر المعلومات في منتديات من هذا القبيل وتقديم معرفات حول المستحدثات التي تتم في مجال الألياف البصرية وغيرها. نعم، نحن بحاجة إلى معرفة هذه الأعمال و طرق مقارنتها بمثيلاتها في مختلف المناطق الأخرى والدول الأخرى، وأنا أعتقد أننا يمكن أن نأخذ هذه الأفكار وأن نشارك في أفضل الممارسات، وهناك عدد من أفضل الممارسات موجودة هنا في هذه القاعة، من أحدها من BISF،
ولعل الجمهور يشارك معنا دون تأخير. بطبيعة الحال سلوك وثقافة هذا المنتدى والأطراف المعنيين يجب أن يصبح روح التعاون بين الدول، أي أن تقتدي الدول بروح التعاون الموجودة في هذا المنتدى. وقد ذكرت منذ البداية أن هذا التعاون مهم جدا، والبيئة التحتية أو البنية التحتية تعتبر بالغة الأهمية، ليس فقط في المستخدم النهائي، بل يجب أيضا أن نفكر في منتجي هذه البرامج. في إندونيسيا مثلا هناك المسؤولية الشركات الاجتماعية، وهذا أصبح السهم الرئيسي للشركات. يمكن أن نضل أيضا من أجل تحقيق هذه المسؤولية الاجتماعية للشركات، وباعتبارها التزام يفيد العاملين والموجودين على الشركة. هذه نقطة مهمة أود أن أذكر، أنه إذا كان الـ FB people يضعون خطة سيدريكس على الشاشة فهذا سيكون أفضل. السيد جوردون، عندما ننظر إلى أهداف الألفية الإنمائية وإلى خطة عملكم، هل هناك خطوط، هل هناك أهداف تضمنتها خطة العمل فيما يتعلق بأهداف التنمية هذا السؤال لكم سيد جوردون. What we have doing at MDG is we try to bring together a lot of. نحن نحاول تجميع عدد كبير من القطاعات من أجل نشر هذا الفكر فيما بينها. فيما يتعلق بالتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من المهم إحداث تكامل بين أعمالنا لتسريع أهداف أو تحقيق أهداف الألفية الإنمائية. وفي المستقبل لابد أن نعمل بروح التعاون في مجالات أكثر تحديدا عما كانت عليه الآن، وأن تكون هناك نقلة قوية في تحقيق هذه الأهداف. وقد وضعنا في مكتبنا الكثير من الأفكار للعمل بطريقة أكثر كفاءة على كافة المستويات، ونحن بحاجة إلى تدعيم هذه الأفكار وتحسينها بروح من التعاون في هذا القطاع، حتى يتم تعجيل تحقيق هذه الأهداف باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هذه دعوة مفتوحة للعمل مع الحكومة الإندونيسية في هذا الشأن. هل لدينا أي تعقيبات أخرى من القاعة؟ تفضل. عندي نقطة واحدة أريد أن أضيفها. هناك عنصران: تجميع بيانات جديدة وتحقيق وإبراز قصص النجاح. قصص النجاح أيضا تعطينا مزيد من المعلومات، ورأينا بالأمس في أحد العروض المقدمة من أحد الزملاء
أهمية البيانات عند توسيع نطاق النطاق العريض وتسهيل الحصول على المعلومات لعدد كبير من المستخدمين. العمل التنموي يتم أو فيه مسلك جديد للخلوص إلى نتائج ملموسة، وهذا ما يجب تعزيزه. وعندما نضع السياسة أو نصمم السياسة يجب أن نعرف كيف يتم تنفيذ هذه السياسة. هذا يجعلني أفكر في أن هناك فرصة للاقتصاديين أن ينغمسوا أكثر مع القطاع الخاص والعمل فيما بين القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات الحكومية بروح من التعاون في تبادل المعلومات. من لديه معلومة يجب أن يشارك بها مع الآخرين. لا أرى من يطلب الكلمة، لكن أرى بعض المفكرين لعل أحدهم يريد أن يعقب على ذلك. نعم أشكرك، أنا من أستراليا وكثيرون رأوني أتحدث عن الجوفرنس أو الحكم الرشيد وتكنولوجيا المعلومات خلال 30 سنة الأخيرة. كان هناك تقدم كبير في شركات الإلكترونيات والإنترنت، دخلت في مشروعات كبيرة باهظة التكلفة، وقد ناقشتم هذا الصباح كثيرا من الحلول والمفاهيم المهمة، وأبرزت هذه المناقشات الحاجة إلى مزيد من التواصل، المزيد من العمل لتحقيق النجاح، والحاجة إلى مبادرات وطنية على المستوى المحلي والمشاركة في هذه المبادرات، وهذا ضروري لنا بالنسبة للعمل في تطوير وتنمية اقتصاداتنا، وإلى أن نحن نريد أن نشاطر في ليس فقط الخطط الوطنية والمعلومات الوطنية بل في كافة المجالات. أنا أتساءل أيضا عن دور السلطات في توسيع النطاق العريض وتوسيع نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا لأن هذا سيفيد الحكومات ويفيد القطاع الخاص والمجتمع ككل. كل هذه الأمور تتطلب منا أن نفكر محليا وأن نتصرف عالميا حتى يتم تعميم الفائدة. هذه الأجوبة البراغماتية التي ظهرت فيما بيننا في جنيف، نحن إذا يجب أن نجمع المعلومات وأن نتعرف على الأعمال الجيدة التي تتم وأن تتشارك جمعيات أو المنتديات الوطنية مع منتدى IGF العالمي، وأن تكون هناك فرصة لتبادل الأفكار على الإنترنت. نعم لابد أن يكون هناك مستودع للأفكار موثوق فيه يضم المبادرات الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية، وأيضا يتحدث أو يشمل أفكار عن الموضوعات الطارئة وغيرها. يجب أن لا نكتفي فقط بالمبادرات الوطنية بل نوسع نطاقها. نعم لقد بدأت العمل على المستوى الدولي في الهابيتات في والمدن المستدامة، استخدام أفضل ممارسات بدأنا به،
هذا النظام يسمح لمن يستخدم أفضل الممارسات المشاركة عن طريق الويب في تقديم المعلومات، والمستفيدون ينشرون هذه المعرفة على الغير. وهناك بعض الوسائل مثلها التي يتم استخدامها، وهناك أمثلة كثيرة وأنظمة متعددة يمكن استخدامها لتقديم المعرفة والحصول على تغذية مرتجعة وتوسيع الأفكار. كلمة للسيد نيك. شكرا. أردت أن أشير إلى أهمية جمع أفضل الممارسات. بالأمس في إحدى الجلسات حاولنا التعرف على المبادئ المختلفة للحوكمة وتجميع هذه المبادئ للحصول على قائمة موحدة، وتحدثنا عن تقديم أوراق لحماية أمن المعلومات والأمن الفضائي، ولا بد من إحداث إجماع في الرأي حول مبادئ الأمن الفضاء وبناء الثقة لمساعدة الدول والمناطق على وضع سياسات أفضل يتم تطبيقها على المستويات المحلية، ومن ذلك إطار سياسة الكومن ويلث المتعلق بالفضاء ومجلس منظمات الاتصالات. ويمكن للبلدان أن تستفيد من هذا الإطار على المستويات المحلية في وضع السياسات، وليس هذا قاصرا على دولة بعينها، بل الفرصة متاحة أمام كافة الدول للاستفادة منها. من المفيد أنك طرحت هذا الموضوع، لأننا في جنيف ناقشنا مع ممثلي الدول كيف يمكن أن أو سألناهم عن أنواع السياسات التي يمكن أن تستخدم، وما الذي يمكن أن يحصلوا عليه من البلدان الأخرى كقصص نجاح وكيف يطبقونها. إن استخدام أفضل الممارسات في تنفيذ البرامج يمكن الأطر التي تستخدمها البلدان لتحقيق النجاح. لابد أن نعرف هذه المبادئ وكيف يتم تطبيقها حتى يمكن اختيار ما هو مناسب. أنت أيضا تؤازر المشاركة بين الحكومات، وهذا شيء طبيعي ينبغي القيام به. سيد باتريك، انتهز هذه الفرصة يا سيد نيك لأتحدث عن مشروع بدأ منذ 6 شهور بمساعد جايف، أحد الأصدقاء عنده ويب سايت ويقوم بعمل رائع في جمع المناقشات التي تتم هنا، ويتم تحميل الأفلام الفيديو ويجعلها متاحة للجميع. هذه العملية لتجميع الآراء تعتبر فرصة للكثير منا لكي يقوموا بهذه المبادرة، وكثير منا بل معظمنا يمكن أن يكون مجموعة استشارية ونستمر
في استثمار هذه الأفكار، ولكن هناك بعض المخاطر، منها ضرورة التوصل إلى مقترحات بناءة حتى لا نقع في الأخطاء التي يقع فيها الآخرون. وشكرا لكم. هذه نقطة مهمة أيضا، أفلام الفيديو تعتبر مهمة جدا اليوم. كثير من السياسات تحركها أيادي قليلة. المعلومات عن أفضل الممارسات ستنتهي إلى تكديس عدد كبير من الأفكار التي ربما لا يستخدمها أحد، لكن من المفيد جدا أن نختار أفضل أو خمسة أو أفضل 10 أمثلة من الثقافات المختلفة. هذه 10 أمثلة في إدارة المخاطر مثلا أو غيرها، هذه يمكن أن نبدأ بها ونعممها ونطبقها لتحقيق نتائج أفضل. هذا ليس قاصرا على اليوتيوب، ولكن لابد من تقييم هذه الأعمال في الـOECD. الدول الأعضاء تقوم بكثير من الأعمال، وقد قابلت أحد رؤساء الأقسام الاقتصادية الذي أدى استعداده لتقديم المساعدة. هناك الكثير من العمل المطلوب لتقديم معلومات ربما في صفحة واحدة، ومعلومات تكون كثيرة ومفيدة. شكرا. هذه المبادرات لابد من تجميعها وتجميع المعلومات المتعلقة بها، وهناك متطوعون، لابد أن تكون هناك متطوعون للعمل بذلك. أنا أحدهم، ولكنني أعمل في مجالات متنوعة. هناك أشياء كثيرة يتم القيام بها أوتوماتيكيا. هل لديك تعليق؟ أنا أثمن هذا كثيرا، وأعتقد أن هناك فرصا للتوسع فيها. يجب أن لا ننتظر بل يجب لتبادل أفضل الممارسات، بل لابد أن نكون مستعدون من الآن. هناك أطراف لاعبة في مختلف أنحاء العالم يمكن الاستفادة منها، وأعتقد أنه من الضروري جدا بالنسبة لجوجل ومايكروسوفت وغيرهما أن يقوم بهذا الدور العالمي واستغلال مثل هذه الفرص لممارسة أفضل، لتطبيق أفضل الممارسات وجعلها متاحة وأخذ هذه المسؤولية على عاتقهم. جزء من العملية التشاورية أدى إلى إثارة أسئلة لهذا القطاع، ويجب أن نضع في الاعتبار كيفية تحسين مبادئ الانترنت لما لها من أهمية في زيادة النمو الاقتصادي. جمع قصص النجاح يعتبر من هذه العناصر. كيف يمكن أن نشجع البنية التحتية للانترنت؟ هناك علاقة واضحة بين البنية التحتية والدورة المفيدة التي نريد أن نجعلها متكاملة في عملية تحقيق أهداف الألفية الإنمائية. وهذا مطلب مشترك للجميع. المحتوى المحلي أيضا مطلوب، والمنظمات الدولية يمكن أن تسهم في بناء البنية التحتية. وهناك حاجة متزايدة في القطاع الخاص لكي يتعاون، ومن الواضح أن أهداف الألفية الإنمائية ومسؤولية الشركات الاجتماعية
تلعب دورا كبيرا في الخدمة الصحية وغيرها. إن منظمة الصحة العالمية لديها برامج بدأتها قبل أن نأتي إلى هنا، وتهدف إلى إعطاء الأولوية لاستخدام التكنولوجيا لتحسين تقديم الرعاية الصحية وخاصة لسكان المناطق النائية. هل هناك وسيلة تجعل الناس يبلغون عن ما يحدث في المناطق النائية عن طريق الـ SMS أو عن رسائل القصيرة أو عن طريق أي وسيلة أخرى؟ هل يمكن استخدام التكنولوجيا في التصويت وفي تسجيل الأصوات؟ كل نحن نتحدث عن إمكانيات يمكن بناؤها واستخدامها في كل هاتف متحرك أو موبايل. بقيت لدينا نصف ساعة، يبدو أن هناك موضوعات مشتركة حول التوحيد القياسي وحول مستوى تقديم الخدمة ومستوى وضع السياسات، وهناك مناقشات أيضا من أجل خطوط العمل على المستوى الوطني لتحقيق الأهداف، وكيف يمكن للمنظمات الدولية أن تقوم بدورها في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية. وهناك اهتمام كبير بمشاركة هذا المنتدى في تجميع البيانات، ويقول أحاول أن أقرأ وأتكلم في نفس الوقت، وهذا شيء خطير. شكرا لك يا نيك. كنت أهمس مع عدد من السادة الحضور، وقد وجدنا أن هناك عدد كبير من الملاحظات التي تأتينا عبر شبكة الإنترنت، فأرجو أن نلتفت إليها. هل لدينا أي أسئلة؟ إذا كنت تحاول أن تلفت انتباهي للمصور الموجود خلف الكاميرا، فأرجو أن تلتفت إلى السادة الذين يرغبون في أخذ الكلمة. يبدو أنه لا يوجد من يريد أن يأخذ الكلمة في الوقت الحالي. لاحظت أن المجموعة الموجودة خلفي هادئة للغاية. هناك أيضا بعض التوصيات المقدمة من هذه المجموعة والخاصة ب ما دار من نقاش كبير في هذه الجلسة. يجب أن نحاول جاهدين أن نخرج بعدد من التوصيات من كل جلسة. هذه الجلسة هي جلسة ثرية للغاية، ولكن حتى الآن لا يوجد الكثير من التوصيات. ولكن إذا كان لنا أن نخرج بتوصية واحدة، فهي كيف يمكن أن نلتفت إلى الممارسات الفضلة وأن نحاول أن نطبقها في أماكن أخرى؟ ويجب أن يكون هناك متابعة. بالأمس في المناقشات التي عرضت كان هناك اقتراح مقدم، عندما كنا نناقش الجريمة الإلكترونية والبريد غير المغروب فيه، قالوا أنه ربما ننظم قبل الاجتماع حدثا فنيا لمدة يوم أو يومين، بحيث يكون هناك تدريب على كل جوانب التقنية. هذه هي إحدى الطرق التي يمكن أن نقدم توصية للتخطيط للاجتماع القادم، بحيث نطور من الأداء. من المناقشات التي دارت في الجلسات السابقة، يبدو أن هناك اتفاق في الآراء حول أهمية إعطاء رسالة من قبل كل منا، سواء كنا ممثلين الحكومة، المجتمع الفني والتقني وأصحاب المصالح. علينا أن نشجع كل مشارك في كل مجموعة من المجموعات الذي لا يفهم بشكل تام
مدى أهمية هذه العملية. يجب على كل فرد أن يحاول أن ينقل الرسالة إلى الدائرة التي يعمل فيه، سواء كانت الحكومة أو المجتمع المدني أو الصناعات أو قطاع الأعمال أو المجتمع الفني. هذه هي توصية نتقدم بها لكم جميعا بحيث يتم نشر الرسالة على أعلى مستوى. Okay, so Cedric, do you want to try and I keep looking away and you're capturing madly. هل يمكن أن تقرأ بعض هذه التوصيات التي خلصنا إليها؟ إذا ما كان هناك نتيجة معينة يمكن أن نخلص بها، ما هي؟ Yes. Thank you. It's of course not all easy to come up and wrap up all. شكرا جزيلا. بالطبع أنتم تعرفون أنه ليس من السهولة أن أحاول أن ألخص كل ما دار من مناقشات وأن أخلص إلى نتيجة. ولكن كان هناك سؤال حول كيفية دعم حضور الاي سي تي في عملية 2015. أعتقد أنه يمكن أن ننظر إلى موقفنا الحالي بالنسبة لأهداف التنمية ما بعد عام 2015، وأن ننظر إلى ما هي الموضوعات المختلفة سواء كانت SDGs أو غيرها، وكيف يمكن أن نصل إلى معايير ومقاييس. تحدثنا عن الطاقة والتعليم والصحة ووظائف العمل والبطالة والتوظيف، ولكن علينا أن نضمن كل هذه الأمور في أعمال أخرى. على سبيل المثال التعليم، لدينا مبادرة التعليم عن بعد، ويمكن أن ندعم هذه المبادرة من أجل تحقيق هذا الهدف المستقبلي. هذه هي بين الرسائل الهامة التي ننظر إلى موقفنا في الوضع الحالي ونرى كيف يمكن أن نصل إلى القطاعات الأعرض بالنسبة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. أعتقد أن الكثير من المناقشات خلال هذه الجلسة دارت حول موضوعات أخرى مهمة. دارت بعض هذه المناقشات حول ما هي الأمور الناجعة التي تنجح في تطبيقها. وهناك مجموعات، أولا يجب أن يكون هناك جمع للمعلومات الجديدة، ثم التعريف بالممارسات الفضلة. طرحت الكثير من الأمثلة ومن الأفكار لقصص النجاح التي تحققت وكيفية جمع هذه البيانات، ولكن السؤال قد طرح وهو كيف يمكن أن يكون هناك تجميع لهذه الأدوات الناجعة التي لن يلتفت إليها أي وزير من الوزراء. كيف يمكن أن نأخذ صلب هذه الجلسات ونلخصها؟ إذن نحن نريد أن نأتي بالخلاصة ونقدمها للوزراء. هناك أيضا بعد آخر ألا وهو دعم عملية جمع البيانات الجديدة، ومن خلال أهداف الإنمائية فقد عرفنا أنه يتعين علينا أن نكون أكثر واقعية وأن نقيس المخرجات ونقيم النتائج، ونؤكد على أن الأموال تذهب حيثما توجد الأهداف. هذا سؤال مهم حول جمع البيانات والمعلومات. أعتقد أن هذا هو كل ما لدي الآن. ربما ونحن بصدد التفكير في ما هي أكثر الطرق نجاعة، فأعتقد أننا يمكن أن نفكر ونناقش بعض الأدوات التي استخدمت وطبقت وأثبتت نجاحها. يمكن لأي شخص أن يقترح الممارسات الفضلة ثم يتم بعد ذلك تقييمها، ويتم التركيز على الأفضل الممارسات التي حققت نجاحا عند تطبيقها. وربما تكون هذه هي
الفكرة في خلق مجموعة لجمع كل هذه الممارسات الفضلة التأكيد على أكثرها ناجعة. مثلا الفكرة الخاصة بالشراكة بين القطاع العام والخاص والحكومة كانت ناجعة للغاية على المستوى المجتمع المحلي ثم على المستوى القومي والوطني أيضا. باتريك، بالنسبة للممارسات الفضلة لا أعرف إذا كان هناك أي من الحضور يود أن يضيف إضافة. ما هي المجموعات التي يمكن أن نشجعها من أجل الانخراط في هذا الموضوع؟ مثلا إذا كان هناك محاولة للتأكيد على البرود باند في المجتمعات المحلية، هل ستصلح أم لا؟ مثلا هل المنتدى الاقتصادي العالمي أو الاتحاد الأوروبي لديهم بعض المبادرات العاملة في هذا المجال أم لا؟ ربما أيضا أن هذا المنبر وهذا المنتدى يمكن أن يحقق نجاحا بالنسبة للجوانب التقنية، وقد يكون هناك منتديات أخرى تحقق نجاح في موضوعات مختلفة. النقطة التي أريد أن أخلص إليها إلى أن هناك عدد من المنظمات التي يمكنها المساعدة، بل أن لديها فرصة سانحة من خلال مؤتمراتها المختلفة أن تساعد لتحقيق نفس الأهداف. شكرا. أدركنا أن الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يعتبران بمثابة المحرك لإحراز النمو والتقدم. زميلنا من إندونيسيا ذكر دور الحكومة في توفير البنية الأساسية يعتبر دورا هاما للغاية. الآن فإن معظم القادة والزعماء لم يدركوا بعد أهمية المعلومات بدءا من البنية الأساسية حتى المحتوى. وأقترح إذا كان علينا أن نقدم توصيات من خلال مجموعة العمل الصغيرة هذه، يمكن أن نسأل إلى أي مدى يمكن للقيادة أن تفهم أهمية المعلومات، وأن يكون هذا الفهم هو أداة لتحقيق هذه الأهداف. في هذه الحالة يمكن هنا أن نؤكد على هذه الأهمية ولذلك فأؤكد على أن هذا يرتبط ارتباطا لصيقا بأهداف الألفية الإنمائية. That information is important. إن المعلومات تعتبر أداة هامة لحل هذه المشاكل، كما أنها تعتبر أداة جيدة بالنسبة لنا في البلدان النامية من أجل تحقيق هذه الأهداف. Please. And Ms. Bonnet. Yo creo que no. Digo, hace un momento hablé sobre la importancia. شكرا جزيلا. بالنسبة لدولة مثل دولتنا وحين نناقش النفاذ إلى الإنترنت لا نقول أن كل شيء هو مسؤولية الحكومة مهما كان الدور الهام الذي تلعبه الحكومة، ولكن هناك بعض هياكل أخرى يتعين عليها أن تلعب دورها بالإضافة إلى الحكومة. يوجد مثلا السلطات المحلية، سلطات الأقاليم، وقد يكون أحيانا بعض الكيانات والهيئات الدولية التي يتعين عليها أن تضمن النفاذ العادل لهذه الخدمة. إن العدالة العامة ربما لا تكون شيء يقع فقط في عاتق الدول
مفردة، ولكن هناك بعض التكلفة التي يتعين على الدولة أن تتحملها، ومن ثم يتعين علينا أن نتوخى التحديد وأن نناقش هذه النقطة عندما نتحدث عن هذا الموضوع في مختلف المنتديات والمنابر. هناك المعاهدات والإعلانات الدولية والصكوك الدولية، ولكن بالطبع هناك أيضا بعض الوثائق التي حددت ما هو المقصود بحوكمة الإنترنت، بل أن حتى مسألة ومصطلحات الإنترنت يجب أن يتم تحديدها ليس فقط في إطار حكومة محلية، ولكن في إطار وجهات نظر ومقاربات البلدان، وذلك يشمل جميع العناصر بما في ذلك القطاع الخاص وغيرها من الكيانات الأخرى وليس الحكومة وحدها. هذا مهم بالنسبة لنا إذا كان علينا أن نضع عدد من البرامج لإدراج الآخرين بفعالية. شكرا. شكرا جزيلا. كنت فقط أريد الانتظار قبل أن أنتقل إلى متحدث تالي. هذا يعتبر بمثابة تخطيط عام وخطوط عامة لتوصية نخلص بها. يمكن أن نقول هذه هي المصادر والموارد المتاحة لدينا، هنا الموارد التي نحتاجها، هنا المشاكل الموجودة، هؤلاء هي الدوائر أو الجهات أو حتى الأفراد المعنيين للتنفيذ. اسمي طارق الزمان وأنا من جامعة ماليزيا ثروات، وأعمل مع وكالة أثنك. يوجد حوالي 25 قومية في ماليزيا، ونحاول هنا أن نشرك ما بين كل هذه القوميات والجاليات المختلفة، وأعتقد أنه إذا ما كان لنا أن نقترح موضوعات جديدة في الاجتماعات السنوية التالية، فيجب علينا أن نعمل على إشراك المجتمعات المحلية المختلفة. استمعنا إلى مجموعات أخرى وكيف تحاول الدولة أن تأتي بمختلف أنواع أصحاب المصلحة على طاولة النقاش، ومن خبراتي فإني أرى أن الحكمة تكمن في أيدي القادة والزعماء لإشراك الجميع. يوجد تعليق هنا. شكرا جزيلا يا مايك. أنا من جنوب أفريقيا، ومتابعة لما ذكره باتريك وهو أنه يجب أن يتم إدراج الجماعات في هذه العملية، فأقترح عليكم أن يكون هناك تحالف يطلق عليه التحالف من أجل الإنترنت. هذا التحالف يعتبر أداة هامة يمكن أن يتم تضمينها. الكثير من هذه الممارسات الفضلة واستخدام الإنترنت يمكن أن يحدث عندما يكون الإنترنت متاحا، ولكنه غير متاح للأسف في الكثير من البلدان النامية. هذه المجموعة قامت بصياغة سياسات واستراتيجيات يتعين علينا أن نتبناها حتى يمكن أن نعمم خدمة الإنترنت للجميع. يمكن إشراك هذا التحالف. ممتاز ممتاز. يبدو أن هذه التوصيات ستكون بمثابة إضافة لما يتم مناقشته. لدينا توصية أخرى هنا يبدو. شكرا جزيلا. سأتحدث باللغة الأسبانية. اسمي مورتالتيلا وأنا أمثل منظمة تنموية تأسست منذ أكثر من 20 عاما. هذه المنظمة تعمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات في الموقع واستخدام أساليب مختلفة، على سبيل المثال الاستخدامات الطبية والتطبيقات الأخرى. نحاول أيضا أن نستخدم الهواتف النقالة ليس لإرسال رسائل خطية قصيرة، ولكن لاستخدام هذه الرسائل للمجتمعات المحلية النائية، بحيث تستطيع أن تستخدم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وهذا لم يتم في أورجواي من قبل. أما بالنسبة للاتصالات عبر القطاعات، فإن وزارة الصحة
لديها خطتها الخاصة والوزارات الأخرى لديهم خططهم وهم لا يتواصلوا مع بعضهم البعض. كل وزارة تعيش في جزيرة منعزلة عن غيرها، ومن ثم يجب أن يكون هناك بيئة تأتي بكل هذه الوزارات وأصحاب المصلحة سويا، ويجب أن نتأكد تماما من وجود مناخ يسمح لهم بالتواصل مع بعضهم البعض. ومن هنا أخلص إلى نقطة أخرى ألا وهي بناء القدرات. من الواضح أن هناك بعد خاص بالبيئة الأساسية، ولكن هؤلاء الذين يستخدمون هذه البنية الأساسية عليهم أن يتدربوا ويحظوا بالتدريب اللازم. إذن بناء القدرات يسير جنبا إلى جنب مع البنية الأساسية، ومن المهم وضع سياسات ووضع خطة سياسية لأن تظهر كيف يمكن أن يتم التفاعل ما بين كل هذه الجوانب والقطاع الاجتماعي والقطاع الاقتصادي. ثم بعد ذلك يجب أن تتوفر الإرادة السياسية من قبل الساسة، قطاع الأعمال، المجتمع المدني والجانب الاجتماعي أيضا. إذا ما قمنا بتضافر الجهود بين كل هذه الجماعات لاستطعنا أن نحقق نجاحا. النقطة هي ما هي المبادرات التي يمكن أن يتم تبنيها بصورة جماعية لكل هذه الأطراف المعنية في المجتمع. الرئيس ممتاز ممتاز، أفهم أن فيليكس يريد أن يدلي ببيان نهائي. فيليكس تفضل. January 1 and February. So you've got a relatively short window to influence the process. But it seems to me that the one that's most relevant to you is the sixth session from the 9th to the 13th of December, which will deal with means of implementation covering science and technology, knowledge sharing and capacity building, global partnership for achieving sustainable development. And then that's for 2 days. 2 days in addition on the needs of countries in special situations, African countries, LDCs, SIDS, as well as specific challenges of middle-income countries. And it seems to me that that offers you a real focus to try and get some of your agenda on to the Sustainable Development Open Working Group. So I would suggest a coordinated effort by people who have attended this workshop to try and influence that and attend that meeting. Thank you, Felix. That's an excellent... شكرا لك يا فيليكس. هذه مقترحات محددة وعملية للغاية. إسمنت، هل لديك تعليق؟ شكرا. أنا عثمان، أعمل مع إي باي بنك. لدي فكرة حول الأطراف التي يمكن أن يتم إدراجها في هذه العملية. هنا أتحدث عن المجتمع التجاري. فمنظمة التجارة العالمية تركز على الاقتصاد الرقمي، والأنكتاد تقوم بعمل طيب حول التجارة الرقمية، ومركز التجارة العالمي في جنيف يركز بصورة كبيرة على كيف يؤثر الانترنت على الصناعات التقليدية. كل هذه الكيانات يمكن أن تكون مفيدة ليس فقط من قبل البيانات نظرا لتوفر البيانات لديهم حول الانترنت، ولكن إذا كنا سنعمل على تكريس أفضل الممارسات هنا فهذه الجماعات والمنظمات تعمل على تكريس الممارسات الفضلة، ونحن لا نريد أن يكون هناك شقاق في الآراء بين كل هذه المجموعات المعنية. إذن حيث أنني أعمل كثيرا مع مجتمع التجارة، فهناك لجنة في إطار منظمة التجارة العالمية وهي مجموعة لأصدقاء الحكومات. هذه المجموعة يمكن أن تنظر في كيف يمكن للتجارة أن تؤثر على تحقيق أهداف الألفية والأبعاد الاقتصادية. إن جدول أعمال هذه الجماعة في إطار منظمة التجارة العالمية ليست مثيرة للاهتمام على القدر الكافي في الوقت الحالي، وأعتقد أن هذا التعليق نرحب به جميعا في إدراج المجتمع التجاري.
لدينا 7 دقائق فقط. السيد الرئيس، هل لديك أي بيانات أو ستيوارت؟ سأتوخى الإجازة. لقد نقضي فترة طويلة لمراجعة عملية قمة المعلوماتية وأهداف الألفية بعد عام 2015 وتقديم تقارير أمام الأمم المتحدة حول النفاذ إلى الأسواق، النفاذ إلى المعلومات عفوا، في إطار التطورات الحديثة على صعيد شبكة الإنترنت. فنرى أن كل هذه الأمور موجودة ولدي المزيد من المعلومات. إذا ما أردتم الاستضاحة أرجو أن تأتوا إلي بعد الجلسة. سأخذ إذن، أنت تقترح أن تأخذ الرسالة التي خلصنا إليها إلى نيويورك وترفع صوتنا إلى نيويورك. فيليكس، آخر تعليق. شكرا لك يا نيك. كانت لدينا جلسة مثمرة وبناءة للغاية، وأتمنى أن نخلص إلى توصيات وأن يتم متابعتها بعد ذلك. أشكر المقررين وأشكر المشاركين على المناقشة المثمرة ومداخلتهم في هذه الجلسة. الآن أعلن رفع الجلسة. أرجو أن تنضموا إلينا في هذه القاعة بعد الظهر للحديث حول حرية التعبير، حرية تدفق المعلومات وحقوق الإنسان. شكرا لكم. رفعت الجلسة.